صباح الشروق راح يكون من تقديمي انا زهره وزميلي صلاح الدين الوكيل. صباح الخير. صباح النور زهره، يسعد صباحكم بكل خير. انتم كلكم اللي اخترتوا صباح الشروق حتى تبداوا نهاركم على احلى قناه، قناه كل العائله الجزائريه، قناه شروق تي في اللي تجمعكم بمختلف برامجها وبمختلف المواعيد اللي تلم كل العائله الجزائريه، بدايه من برنامج صباح الشروق، هذا البرنامج الخدماتي اليومي المباشر، ساعتين ونصف من الفائده والمنفعه وكل المعلومات اللي ان شاء الله تفيدكم في كل المجالات. اكيد المعلومات مشاهدينا الكرام اللي راح تلقاوها ابرزها في عناوين نهار اليوم نكتشفوها بعد هذا الفاصل اللي نعاودها. شوفوني وتزيدوا تاكدوا من صحه التمرين والوضعيه الصحيحه. هنا يدي هنايا، هنا نكون على استقامه واحده، هذا الجنو هذا راني نعاون به باش يكون عندي لابوي مليح ونقدر يعني نرفد الوزن تاع الجسم تاعي ونجيب هنا 1 2 1 2 نحسب 10 يمين 10 يسار. كما قلنا الانتناء هذاك ولا التقلص راح يكون هنايا على هنا في عضلات ليزوبليك ولا العضلات الجانبيه للخصر تاعي. هكذا نكونوا كملنا 10 يمين 10 يسار مده اربع مجموعات، يبقى لنا التمرين الاخير. التمرين الاخير واش راح يكون؟ راح نكون هنا مستلقي على الارض كومبليتمون، يدي هنايا كما راكم تشوفوا هنا، رجليا راح يكونوا في استقامه واحده، راح يكونوا في وضعيه 45 لهنايا، يعني ماشي طالعين الاعلى كومبليتمون وماشي محطوطين في الارض، نكون هنايا ويكونوا كسلين بيان. واش ندير؟ راح نسي ندير هنا ولا نجيبهم لهنايا في وضعيه تاع 90 درجه من الاحسن، ونسي نجيب هنا 1 2 ونسي شكون ندير البيدال تاعي ولا الفيلو تاعي 1 2 يمين يسار. دائما نحاول اني نجيب لوكود تاعي في الجهه المعاكسه تاع الرجل اللي راهي تطلع، يعني كي نجيب لوكود غوش ولا دروات نجيبو عند لوكود عفوا الجنو غوش والعكس صحيح 1 2 1 2. لكن حذاري انكم ديروا الخطا اللي كنا نحكيو عليه مقبل تاع نجبد الرقبه تاعي ونسي ندير التمرين، لا ها هنايا ممكن كما قلنا نحط ما نحطش يديا ونخدم التمرين نفسه هنايا، لكن هنا باش نستهدف مليح العضلات الجانبيه تاعي نحاول اني كي نطلع الكو تاعي نطلع معاه شويه لي بول هكذا باش ندير لا كونتراكسيون مسكولار او نيفو دي زوبليك. هذا كان اخر تمرين، عندنا ثلاث تمارين برك للفقره تاعنا تاع اليوم ولا البرنامج تاعنا تاع اليوم، لكن جد مفيده، هادو ما تقدروا ديروهم في اخر حصه تاعكم تاع تقويه العضلات ولا اخر حصه تاع الكارديو، يعني بعد ما ديروا طابي ولا فيلو ولا الجري على هواء الطلق تقدروا ديروا هذه الحصه تاع عضلات البط. ما بقى غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا، ابقوا اوفياء دائما كما نقول لكم الفقرات اللي مازالوا معنا، واذا كان في تساؤلات في المجال الرياضي ما عليكم غير تواصلوا معنا على صفحه الانستغرام ولا الفيسبوك اللي هي بوشاوي موني. ابقوا على خير وسلام. هاي الكوتش المغير يشجعك يشجعك على ممارسه الرياضه، فشكرا لها على كل هذه المجهودات اللي يقدمها لبرنامج صباح الشروق ولمشاهدي برنامج صباح الشروق كما استمعتوا ليه. اذا عندكم اي انشغالات واسئله في مجال الرياضه ما عليكم غير تواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب او ترسلوا الكوتش منير بوشاوي عبر صفحته الخاصه. نعم، فمشاهدينا الكرام موضوعنا الموالي راح يكون في مجال اللي كثر الكلام عليه وفي حاجه اللي راحت شويه صلاح، فاليوم اخترنا لكم فقره اللي تطمئن القلوب باش نناقشوا معكم موضوع يهمكم ويهم ولادكم اكثر شيء، فنقدروا نقولوا وتطمئن القلوب بعد هاد الجينكا. والله عز وجل هو اللي يمنح نعمه الابناء لعباده، صح هي نعمه ولكن مسؤوليه في نفس الوقت، والمسؤوليه تكمن في كيفيه اختيار الحاجات اللي تهمهم حتى نواظبوهم عليها ونولفوهم عليها ونعودوهم عليها خاصه في فتره العطله. موضوع جد مهم اللي راح تناقشوا الاستاذه اللي راح تحضر معنا اليوم الاستاذه فريده رحال. صباح الخير. صباح النور. اهلا بك. اهلا بكم. ربي يكرمكم. نورا بكم استاذ. الله يكرمك استاذ. رانا في وقت تكنولوجيا جد متقدمه ونقولوا شويه تغات على خاصه مجال ولا عند شغف القراءه، فبتطمئن القلوب بهذه الفقره يعني اللي نرتكز فيها ولا نستنبط فيها مختلف المبادئ من الدين نتاعنا الاسلامي، حبينا نناقشوا معك هذا الموضوع لعل وعسى نقدروا نغيروا بعض الافكار ولا نقدروا نرجعوا هذا الشغف لاولادنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقسم بالقلم وكان أول رسالة إلى الأرض تتعلق هو أمر بالقراءة، وصلاة وسلام زكيان أكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا. أما بعد أختي العزيزة الغالية زهرة،
أخي الفاضل صلاح الدين، إخواني وأخواتنا الذين يتابعونا في قناة الشروق، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة قبل ما نتكلم على موضوع القراءة وجه الحقيقة تحية إكبار وتحية صمود إلى إخواننا الذين يبادون في غزة. آلة التدمير والإبادة نرى أنها مضاعفة في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يتقبل شهداءهم وأن يؤتيهم من فضله ونصره إن شاء الله تعالى. غزة أصبحت جامعة في الصمود، جامعة في الصبر، فاللهم مكن لهم يا رب العالمين. ورغم هذا نشوف أبنائهم وأطفالهم في مراكز الإيواء يقرأوا ويطالعوا ويقرأوا الكتب وكل شيء، فهي فرصة حتى اليوم تكلموا على هذا الموضوع. تحكي لي أخت فلسطينية أثناء القصف الأطفال يقرؤون، منهم من يقرأ القرآن ويحفظ، منهم من يقرأ الكتب. جميل، هذه بين قوسين. إذا عودا على موضوع القراءة، في الحقيقة احنا كنا في الحصة السابقة تناولنا بعض التوجيهات الخاصة بالعطلة، يعني توجيهات للوالدين خصوصا للأم لاستثمار العطلة. لو جئنا إلى موضوع القراءة الحقيقة، نشوف أول آية من القرآن الكريم نزلت، قل اقرأ باسم ربك. احنا ربما الواحد يتسأل ربما أول آية في بيئة شرك، قل آمن بالله. أن تأمر بالقراءة هذا يدل على أن القراءة والكتاب هو منطلق التغيير في الأوطان والأمم، وإلا لماذا كانت أول رسالة هي القراءة؟ ومن هنا يقول بعض، يقول جودة سعيد، يقول أكثر الأمم قراءة هم أكثر حظا من كرم الله تعالى، اقرأ وربك الأكرم. ربط القراءة بكرم الله، يعني بما يعطي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ذوك الأسرى الذين طبعا جمعهم بعد انتهاء الغزوة، يقال أنه طلب من كل واحد يريد أن تحرير نفسه ليس مقابل المال، وإنما رقم واحد، إن علم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة كان ذلك ثمنا لفداء نفسه. يعطينا الحقيقة معنى جميل اللي هو أهمية القراءة بالنسبة لنا. الآن لو كنجو طبعا إلى فوائد القراءة، طبعا القراءة الحقيقة ليست هواية فقط، ربما مشات عندنا هوايتك يقولوا القراءة. القراءة الحقيقة هو واجب شرعي بالنظر إلى ديننا، رقم واحد. رقم اثنين، القراءة الآن ضرورة حياتية، لأنها باب من أبواب التفوق، باب من أبواب المهارة اللغوية. ولذلك يجمع العلماء على أن فوائد القراءة لا تعد ولا تحصى. على جناح السرعة نذكر بعض الله. أول فائدة من فوائد القراءة، تعزيز التعبير واللغة عند الأبناء. فعلا، لأنه اللي يقرأ دائما عنده مفردات، عنده كلمات، صحيح، مخارج حروف، صحيح، مخارج الحروف، بارك الله فيك. رقم اثنين، القدرة على التعبير، لأنه اللي عنده الكلام يقدر يتعب، يقدر يعبر. احنا في بعض الحين تقصي تلميذ تسألوا حاجة يبدأ يفكر وكأنه يتوقف، يقدر لأنه ما عندهش تعبير، صح، القدرة على التعبير. فائدة ثالثة اللي هي الزيادة في بعض المهارات العقلية ومهارة الدماغ، التفكير مثل التحليل، ساعة الذاكرة، معروف أنه الخلية العصبونات الدماغية كلما احتوت من المعلومة كلما تمددت. لا بالعكس، كاين بعض اللي يشوف بأنه كل ما يقولك ما تكثرش عليه ما تحفظوش بزاف، دير له الضغط، بارك الله فيك، ضغط. بالعكس، الخلية كلما توسعت كلما تمد وكانت سعتها أكثر. قدرة التفكير، لأنه الطفل كي يعود يقرأ ما يفكر وش راه يقرأ، سبحان الله، وكأنه كما الإسفنجة ربما، سبحان بارك الله فيك، فعلا كل ما امتلأت بالماء تمددت، بارك الله فيك. أكثر من هذا، القراءة تعلم الخيال والإبداع، صحيح، أنه الطفل كي يعود يقرأ قصص مثلا يعود يتخيل في الشخصيات، يعود يتخيل نفسه داخل القصة، والخيال في الحق عنده علاقة بالتفكير والإبداع كذلك. وبالتالي القراءة أيضا تنبت أو توجد النمو العاطفي في الطفل. الطفل كي يقرأ قصة يتعاطف مع المظلوم، يأخذ نوع من الكره للظالم، وهذه في الحقيقة كلها وحن البناء العاطفي في الحقيقة مهم جدا بالنسبة. وأضف إلى ذلك أنه هذه المعاني كل هذه المهارات يتقويها القراءة، أكيد أنها تساهم في التفوق الدراسي. الطفل كي يكون عنده التعبير ويكون عنده المفردات، حقيقة هذا من ما، وحن هذيك لاحظوا أنه في كثير من الأحيان الناجحين والمتميزين تلقاهم يطالعوا، تلقاهم يقرأوا القرآن، يحفظوا القرآن. الآن ربما يهمنا أكثر أننا نوجه الوالدين إلى بعض النصائح لتخلي ابنك يحب القراءة، كما قلت السيدة الفاضلة، أستاذة الفاضلة، في زمن الرقميات وفي زمن هذا البحار الإلكترونية راهي تحيط بنا. أول شيء طبعا نوجه ليه الآباء والأم، خصوصا الأم، يعني بحكم ارتباطها كثيرا بالأبناء، أولا القدوة القرائية. كيفاش أنا ننصح ولدي بالقراءة؟ عشان يشوفني يشد حاجة ونقراها غير التليفون. على الأقل، على الأقل وجود أب أو أم
أو على الأقل واحد أو اثنين. هي الأفضل دائما القدوة تكون في الوالدين، أن الطفل يرى أكثر مما يسمع. وبالتالي الأم اللي ممكن تشد مثلا تشد كتاب وتقرأ، مثلا احنا ربما المرة اللي تقولنا مثلا الجلسة هذيك مثلا مرة على مرة تقولوا يلا نقرأ قصة مع بعض في الليل، هذه في الحقيقة تخليه يحس فعلا بأنه أمانة. أنا وليدي دائما نصحه أقرأ روح شد القصة روح شد، لكن أنا ما نقراش. من أين يأخذ الطفل هذا هذا قلوا أنا قريت بكري يمكن. إنسان يبقى يقرأ في الحقيقة. صحيح. يبقى يقرأ، اقرأ وشوفوا الآية لم تذكر لا زمانا ولا مكانا ولا مفعولا به، قالش اقرأ كذا ولا زمان، بمعنى الإنسان يقرأ حتى يعني. الشيء الثاني ابدأ مبكرا، البدء في تعليم الأطفال القراءة مبكرا. أنا نصيحة لأخواتنا الحوامل، ثبت علميا أن الطفل الحمل من 6 أشهر يبدأ يسمع كل الأصوات المحيطة به. صحيح. أنا نعرف مدارس ورياض أطفال وأمهات داروا تجارب مع أولادهم. كانت المرأة حامل، أنا نعرف أستاذة تاع الرياضيات قالت لي وليدي خرج في واحد الأمور تاع الرياضيات 4 سنين 5 سنين يفهموا وحدهم، وأنها كانت تقرر الرياضيات وهي حامل. أم كانت تعلم وليدها جزء عامة ترباته، يعني قرأت كتب قصص أنبياء، هذه تجارب يعني. صدقوني غير 3 سنين 4 سنين كي تبدأ تحدثوا، عندما يبدأ تحدثوا على الأمور اللي لقنتهم له ولا قريتهم له كي كانت الأم حامل، صحيح يستذكروها وتجي سهلة في الحفظ. صحيح. يعني طبعا أستاذة في هذا الحال اليوم شبابنا ولا أطفالنا محتاجين ل خلينا نقولوا ل الناس الشخصيات ربما في التاريخ ولا في الإسلام اللي تكون هي ربما أسوة لهم. اليوم أنا نشوف الشخصيات الذين يقتدون بها لاعبي كرة، فنانين، مغنيين، صح هكذا، ولكن اليوم من خلال الكتب ومن خلال المطالعة ديالهم ربما نخلوهم يستلهموا شخص من شخصية تاريخية ربما في هذه الفترة اللي فيها. بارك الله فيك. وهذا يقودنا إلى توجيه آخر اللي هو تشجيع الوالدين والاهتمام بما يقرأ ابنك. صحيح. مسألة مهمة، نسمحوا للأمهات خصوصا الأباء، احنا بعض الأحيان يقول لك المهم يقرأ، انت بعض الأحيان يشد كتاب، احنا كاين كتب الآن راهي مترجمة، قصص مترجمة باللغة العربية وبسيطة وخفيفة، يقدر الطفل يقرأها بقيم أخرى. لكن احنا شعب عندنا هوية، يعني وإحنا الحمد لله يعني إذا جينا ممكن بعض الدول اللي عندها 300 سنة احتاجت أنها تدير سوبرمان وباتمان باش تبين القوة تاع العظمة تاع عفرة، لكن احنا ما نحتاج لا سوبرمان ولا باتمان، احنا عندنا في تاريخنا عظماء. صحيح. ابدأ من الأنبياء، تاريخ البشرية ابدأ بالأنبياء، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين، المجاهدون، الشهداء. طبعا احنا عندنا ما شاء الله يعني عندنا زخم من لكن هنا الوالدين لازم يكون عندهم دور في توجيه الأبناء طبعا إلى ما ينفعهم إلى المحتوى القرائي. صح أنا نحتاج أني المهم يقرأ صح، لكن نحرص أني على الأقل طبعا هذا توجيه آخر أني أشرك ابني معي في اختيار الكتب. صح وراء يختار وأني نوجه فيه مثلا قصص الأنبياء، قصص الأنبياء فيها أكيد. ما شاء الله يعني يأخذ الحياة بكل ما جمعت. كاين توجيه آخر اللي هو أيتها الأم الفاضلة وانت ترتبي البيت، اجعلي في بيتك مكتبة، ولو تكون جزء صغير تقول لك الذيق قضية اهتمام، يعني واحد الجزء في البيت اللي قدر دير مكتبة دير يعني. ما قدرتيش في قدر، والطفل اجعلي له مكانا خاصا بكتبه، لأنه هذا المكان في حد ذاته كل ما يروح يكون قاعد يروح يفكر يجبد كتاب ويقرأ الكتب هكذا اللي تهمه ويحبها. كاين أمر آخر، اجعل الكتب في كل مكان. نعرف عائلات الكوزينة وحتى زوج كتب هكذا مجلات، قاعد ياكل بعض الأحيان يجبد حاجة يقرأها في الصالون، حاطين مجموعة في كل، طبعا برك الإنسان ينظمها بطريقة معينة بشكل يعني بعض كي قلت البدء مبكرا. الألعاب، اجعل الكتب، احنا كاين بعض الكتب كرتونية تجي هكذا موجهة للأطفال 6 عامين 3 سنين، اجعل الكتاب بين الألعاب كي تكون تعود عليه حتى يعيش معاه، فين كيعود يرفد بين الألعاب، كيما يرفد لعبة يرفد هذاك الكتاب بدا يتصفح فيه. كاين مسألة أخرى نوجه لها الأمهات، مسألة مهمة جدا، اقرأي لطفلك. هنا راه يدي القدوة، وهنا واش ذكر الأستاذ الفاضل، هنا راني نقرا له مليح واش راني حابة نبث هنا المعاني تاع الصدق والمعاني تاع الرجولة ومعاني تاع الحياة والإيجاب. هذه منين نجيبها من القصص اللي نحكيها، خصوصا قصة النوم، هذه توجيه كبير للأمهات. دوكم قصة النوم تفعل في النفس ما لا يفعله أي شيء آخر. صحيح. لأنه أولا تسبق النوم، ثانيا تربط رباط عاطفي بين الأم، خصوصا الأم اللي عرفت تحكي القصة. وهنا نقدروا نتعلموا. صحيح. أخواتي على بالي بعض تقول لك أنا مشغولة ومتعوبة، وليدك راكي تبني فيه. صحيح. والبناء هذا يجي واحد المرحلة استثمار الحقيقي. حتى استثمار. من الجانب النفساني يقولوا مختصين علم النفس أنه هذيك 5 دقائق 10 دقائق قبل النوم تخلي الطفل يتذكر حاجات حياته كامل.
فمن الجيد أنه نقرأ لهم هكذا في هذا الوقت. بارك الله فيك. حتى اللي يحفظ القرآن إيه؟ كاين اللي يقول لهم مثلا بين النصح اللي يقول لك اقرأ ما تريد حفظه غدا قبل النوم بعشر دقائق. صحيح. وحنا الأم تقدر تدير واحد الطريقة، تقدر تقرأ مفخوصة، لكن أولادها متقاربين مثلا في الغرفة تقعد بيناتهم ولا كل واحد راه في مكانه، بعد تقرأ لهم مع بعض. هذاك الطفل يعود يعيش واحد الخيال عجيب، خصوصا القصص. الأستاذ الفاضل تكرر القدوة، والقدوة مهمة جدا في حياة الإنسان. قصة النبي، حنا كون جينا خمس دقائق، أنا نعرف عائلات خمس دقائق يوميا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تقراها لهم وتقدر في الآخر كامل تقدر تطرح لهم أسئلة وتخليهم يعيشوا مع ذاك الحلم تاع قصة النبي، شخصية النبي، شخصية العظماء، شخصية مسألة مهمة. كاين أمر آخر هو استثمار الأوقات. بعض الأحيان الأب يكون مسافر مع وليده، خصوصا الطريق تاع نص ساعة، ربع ساعة ديو للطريق. أنا نعرف اللي حاطين كتب في السيارة تاعهم. جميل. حاط كتب في السيارة، كتب خاصة، يقول له هيا وليدي، هيا حبيبي اقرأ لي برك تشوف صفحة. كتاب عن المختار، بالك القراءة. ومهم أيضا أخواتي وإخواني تشجيع الطفل عندما يقرأ. ما نديروش على أنه حاجة عادية. شغل يقرأ روحه. بالعكس أنا أثمن، لأن التعزيز يسمى أسلوب التعزيز. أنا لما أقول إيه ما شاء الله عليك راك قارئ، صح ما شاء الله. ولما نقول له المخارج تاعك تاع الحروف، وفي نفس الوقت كي يغلط نبهو، وكي طبعا عندما يقرا نقدر نسال، نقدر ندير معه حوار. وهنا راني نبني اخواني واخواتي حتى العلاقه العاطفيه اللي نقصت في هذا الزمن. صحيح. لانه مع خد، خصوصا لما تكون ام ربما تكون عامله، بعض الاحيان الاب مشغول، يعني هذاك الاوقات تاع البناء العاطفي والنفسي بين الاباء والام، بين الابناء والاباء والابناء نقص. وبالتالي فترة تاع القراءة هذه لما نستهدفوها ونجعل القراءة عادة يومية، أكيد هذه مهمة جدا. نفهم حتما. وكيما ندير بين قوسين أي حاجة، كاين أمور نديروها أولويات في البيت. أنا بالنسبة لي كي نعرف أهمية القراءة في بناء ابني أجعلها أولوية، ولو وقت بقى لك خمس دقائق شوفي وليدك توجهيه، شوفيه يقرأ ما شاء الله. يعني كاين مسألة ممكن نبه لها وهذه تجربة أعرف عائلات تجربوها، الحفظ المبكر للقرآن الكريم. صحيح. نوجه الأمهات يدخلوا اليوتيوب، كاين واحدة الخبيرة تتكلم على أهمية الحفظ المبكر للقرآن الكريم. كاين واحدة دراسة دارت وجدوا أن الأطفال الذين يحفظون القرآن مبكرا، خصوصا بين ثلاثة، وهذه تجربة أنا جربت على ابني صغير، يعني بين ثلاثة بديتوا حفظ القرآن في ثلاث سنين. هذه تجربة، يعني مش قال كل إنسان رايق والكلام. بديتوا طبعا حفظ تحفيظ القرآن في البيت، وشوفوا الأم ما تحتاج ساعة ولا أسبوع تعرف الأحكام، قريه قراءة صحيحة. مش شرط الأهل، لأنه كان بعض الناس يقول كان من عشر أحكام. قرأ قراءة صحيحة 10 دقائق يومين، والطفل يقرأ بالتلقين يحفظ. أنه في البداية كل ما يقرأش، لكن مجرد ما يمه تقعدوا في حجرها. وفي أختي الحبيبة هذا التصرف شعر مليح، ديري وليدك كي يكون صغير 3 سنين طبعا تعطيه في حجرك، تعطي ذاك المصحف وتقرأي معاه، هو في الحقيقة ما راش يفهم. تحدي راكي تقرأي معاه وديري صباحك على الآية هذه، قل هو الله هو. بك مع الوقت الذاكره البصريه بالنسبه للطفل يعود يعرف. انا ابني لما كنت نحفظه كي نخرج لبرا نقول ماما هذه الكلمه تشبه، كان 4 سنين، وما هذيك تشبه للجنات والناس، تشبه للناس. ما شاء الله. يولي يحفظ الرسم تاع الكلمه، وهذه تاثر على المطالعه تاعه. الطفل يولي بين 5 سنين 6 سنين يعود يقرا الكتاب. انا ابني كان كي نعطي له كتاب يقراه. وأثبتت الدراسات أنه هاد الأبناء اللي يقرأوا القرآن ويحفظوهم لما يكونوا صغار من أنجح وأنجب التلاميذ في الطور الدراسي تاعهم كامل. إحنا اللي جاب أحسن معدل في البكالوريا، أحسن معدل في البكالوريا العام. ما شاء الله. خاتم القرآن. شتو الله يبارك، كان يقرأ التراوي، كان يقرأ، يعني سبحان الله العظيم. والدراسة تأكد علاش؟ لأن الطفل اللي يحفظ القرآن صغيرا، علاش؟ لأنه يدخل المدرسة بآلاف الكلمات. صحيح. والطفل كي عنده، كي يكون عنده اللغات، اللغة والمفردات، يقدر يعبر، يقدر يتكلم، يقدر يعبر على نفسه، تكون عنده قوة وتكون عندهم طلاقة في الكلام. احنا استضفنا بعض من الأولين اللي تفوقوا في البكالوريا ذات فصلاح، كانت عندهم طلاقة في الكلام يعني وفصاحة بارك الله. نعم. علاش فصاحة؟ لأنه يملك زاد لغوي وهيبة أيضا بارك الله. هذيك وقار القرآن الكريم. نعم، هو تحس عنده هيبة مالغي يعني صغر سنه. صحيح. يعني رغم صغر سنه تحس عنده صحيح. هيبة. صحيح صحيح. نعم. فهذه توجيهات نتمنى أن الأمهات يأخذوها بعين الاعتبار بإذن الله، وتولي هذا القراءة صدقة جارية بالنسبة له، ينجح في حياته وينجح مش غير في التفوق الدراسي. واحد قال لهم سئل يقرأ كثيرا، لما تقرأ كثيرا؟ قال لي أنا لا أريد أن أعيش حياة واحدة، أنه اللي يقرأ الكتب كأنه يعيش حيوات كثيرة. سبحان الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قالها: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإن شاء الله تكون هذه هي الصدقة الجارية إن شاء الله تعالى، ولكم كذلك أستاذ. ربي يخليك، شكرا لك. الله يكرمكم، ربي يحفظكم، دائما نورتنا بوجودك. الله يبارك فيك أستاذة، الله يكرمك، ربي يحفظك. استفدنا كثير من الحديث والكلام تاع الأستاذة فيضة رحال اللي حضرت معنا في فقرة تطمئن القلوب، لأنها اليوم في موضوع جد مهم. نتمنى أنه لحق لكم كامل واستفدتوا أنتم بدوركم ولحقت لكم النصائح ديالها اللي نتمنى أنه تطبقوها وتقولوا لنا التجربة ديالكم من خلالها. فاصل قصير راجعين بعد الاستعراض ما تبقى من برنامج صباح الشروق لنهار اليوم. نعم. ولا بلا فاصل؟ بلا فاصل، لكن نروح نشوف الحلويات. مازلت ما حضرتش صانعة الحلويات. ها نديم. اوكي. يلا روح عند نديم. نروحوا عند نديم مباشرة. تفضلي استاذة، تفضلي. شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك. نديم باش نكتشفوا اليوم واش طيبتي لنا. صباح الخير. نعم صباح الخير. اهلا وسهلا. الله يسلمك ربي يخليك. صباح الخير صحة. صباح الخير كل مشاهدينا الكرام. واش طيب؟ طبعا لاباس. شوف الفول دنيا. نعم اليوم نعم. الاطباق تاعنا اللي حنقدموهم بالفول اللي نعرفوا هي خضره موسميه. هي قرنونج البانه، هذا هو الوقت ديالهم. اوكي. نعم انا الفول باش كما قلنا نهضروا بزاف شويه على الفوائد تاعو. الفول لهنايا اللي هو غني بالفيتامينات، غني بالمعادن، غني كذلك ماده اللي هو اسمها هي رادوبا، مليحه لصحاب مرض لاباركينسون، هذوك المرض اللي راه شفنا اللي بزاف عند دوكا يجي ميم كيما نقول دون لي كارونتين يجيهم دي فوا. صح. نعم لهنا يتناولوا الفول ماشي بكثره كيما نقولوا حنا، يتناولوه سوفون بزاف، ميم نقدروا نجمدوه باش يقدروا ياكلوه لهنايا باش يتفاداو هذيك ينقصوا منها كيما نقولوا هنايا. اولي نروحوا لهذوك الادوات الادويه هذو صافي نقصوا شويه بالحاجه الطبيعيه. نعم. كذلك المرأة الحامل سيتو في لي ديبي تاعها تاع لي موا تاع الساحة تناول بزاف الكمية تاع الفول، خاطش على غني بالحديد صافي يطلع شغل الانيمي، لأن نعرفوا بزاف المرأة تمرض بزاف الانيمي كي تكون حامل، صافي كي تكثر من كمية تاع الفول تنقص من هاد الأعراض هذوما. نعم باش احنا اللي ما يقدروش ياكلوه ولا اللي عندهم حصى في الكيلو يسيو تنقصوا منه ما ياكلوش منه بزاف، واللي عندهم بيان سور الكولون اكيد نقصوا منه كذلك. باش نجمدوا الفول واش عندنا؟ كاين بزاف اللي فوره الفوره بزاف كي فوره يكحلهم واللي مايا يكحل. حنا واش نديروا؟ دائما نديروا قدره تاع الماء تغلي، نديروا فيها ملعقه تاع السكر، ملعقه تاع الملح، السكر والملح شغل نديرهم كحافظ. نقطعوا الفول ديالنا نخلو نحطوه لداخل يغلي غلي يابا كما حنا نقولوا من غير الغلي يابا، ومن نحو نصفيوها مليح نديكلاصوها بالماء بارد، نديروا له نشفوه مليح، نديروا له كميه تاع الزيت كما درنا خطره في لوبيا ماش. نديروا كميه تاع الزيت ونديروا داخل ساشي دو كونجيلاسيون ونكونجليها، كي نجيب بدا يقعد لنا يحافظ على اللون ديالو وما يمهش كما نقولوا، خير ملي تفور. وكاين ثاني يديروه في قرعه ويغلقوها. هذيك درناها على درناها في الجلبانه. داكوغ. الجلبانه علاه؟ القرعه واش دير؟ ماشي كيما تلصق الحبه في الحبه هذيك ومن بعد الحبه تقعد شغل، احنا شغل هذيك الحبه كي تفرغي تقعد الحبه صح جامده بصح ما تلاصقش مع اختها. اها. نعم. مليحه القرعه. مليحه القرعه بيان سير، درناها قلت لك لا درناها فوق، درناها في الجلبانه. اوكي. ما في الفول تقدر. انا الام تاعي تحتفظ به في القرعه. مليحه مليحه. نعم. صح والله البارك نهضر مع الاخت تاعي. ولا غير كي تسيناها في الاخر الحبه تحبط تبقى كيما تفرغ وما تقعد زعما دي جي كيما حنا نقولوا دي جي فري تعاود تكون واحد يعني دي جي فري كيكون الغلق قرعه الغلق تكون مليح. نعم اوكي. اليوم واش حنقدموه بالفول؟ اليوم حنديروا لهنا شوربه الفول، هنا شريبه تاع الفول. نعم حنديروا لهنايا، حنا نعرفوا غير طبيخه الفول ولا مسفوف ولا دم اللي حنديروه بالحم صوص بلونش لهنايا، وحنديروا لهنايا ان فلان. دوكا انا واش نديروا هاد لي فاكونس على الاطفال، انا نديروا بزاف الحوايج اللي يقدروا يديروهم هاد اللي في جان فيها هذوما ولا يتعلموا كما نقولوا كما نعم. لهنا اللي كيما يديروا اللي في جان فيها هذوما اللي يقدروا يديروا هاد لي غاطو هذوما اللي واش حنديروا فيهم؟ حنديروا لهنايا ان فلان لي بلي زيطاج اللي حاط ندير الطبقه الاولى بلا بات، ومن بعد يدير ان فلون، ومن بعد يدير ان جولي ندير من الفوق. داكوغ دونك بلات بات فلون اي جولي. نعم نبداو على بركه الله. تفضل. نعم عندنا لهنايا واش كاين؟ عندنا لهنا كميه تاع الفول، الفول بعد ما لهنا نقيناه لهنا وغسلنا نديرو كميه تاع الخل باش دائما الحاجه اللي تكون خضراء نديرو لها الخل. نديرو لها الخل.
ولازم ثاني المتصل يكون يتصل ما نخليوهش يستنى بزاف المكالمه هذه فيها باش ما نقاطعكش في الوصفه. الو صباح الخير. الو 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 صباح الخير. مرحبا. الو صباح النور زهره. وش اهلا مرحبا بك. وش راك وش راك صالح؟ اهلا ولا غير لاباس الامور تمام وانتم لاباس؟ الحمد لله. معكم لميس من الصيف. اهلا بيك وبنا الصيف. اهلا وسهلا وبيك. مرحبا عيشك. مرحبا. كاش برد كاش شتاء كاش ثلج في الصيف؟ كان البرد دوكا الجو مليح بقى يشوف. صحك الحال. الحمد لله. مرحبا بك. اول مره تواصلي معنا؟ اي عاد كنت نتصل العوام هذوم بعد هذاك عاد ما نحكمش اليوم معك تحكمت زهره. الحمد لله. مرحبا بك. مرحبا بك. شنو عندك طلبات ولا نديمه ومعك في الاستماع تفضلي؟ والله غير الله يبارك ما عندنا نقول في البرنامج راه موفين ومكفيين. شكرا. والحاجه اللي شغل تجي في بالنا ديروها يعني كثر خيركم. يعيشك. شكرا ليك. شكرا. حبيت برك زهره نطلب طلبك. عيشك. تفضلي. حبيت لك تعالجونا موضوع تاع الشقيقه تاع الشقيقه صداع نفسي. الشقيقه. اوكي. اي على خاطر راه عندي الوالده تاعي تعاني بزاف من هذا الامر تاع راسها يوجع بزاف والاخر حابه كان ديروا لنا موضوع يعني هذا تعالجوه. داكوغ اوكي. وشافنا ديما راني حابه من عنده. اول حاجه نقول لك صباح الخير شاف. شاف صباح الخير. لاباس والله غير لاباس الحمد لله يا شاف يعني ما شاء الله. عندنا الحاجه اللي نقولها في حقك وقليه الله يبارك. ربي يخليك. ربي يخليك والله غير يعني نعمه الشاف يعني تقدم اللي عليك ومن قلبك يعني ما شاء الله. الله يسلمك. حبيت منك دير لنا البقلاوه برك. البقلاوه العاديه خالصه. اي البقلاوه العاديه على خاطر والله ما تصلح لنا في الدار نديروها ما تصلحش. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. عايشه. حبيتي غير البقلاوه ما حبيتيش حاجه مالحه؟ مو مالحه تاعكم ديروا ديجا وما نلحقوش عليهم انا في الو شيف يعني الله يبارككم دايرين كلش. شكرا لك. شكرا لك. دمتي وفيه ان شاء الله لينا. يعيشك. شكرا لك منال. شكرا يعطيك الصحة. لميس. لميس. نعم لميس. اوكي او يحب الاسم. نحب اسم لميس. زهرة معليش نقدم تحية صغيرة. وي نحب نقدم تحية لعائلتي في الصيف وخالتي الصغار ديجا قدامي اياد وعبد الحي يتابعوا بزاف برامج تاني صباح الشروق. وامين وعبد الجليل والوالده والوالد. الوالد نقول له ربي يعينك وخدام موسى والوالده ياقوت. وليكم انتم ثاني تحيه لكم ولكل عمال الشروق لطفي وايمان. شكرا. وكذلك الطاقم الو شاف ثاني والله الله يبارك مكفين وموفيين. شكرا لك. شكرا يعطيك الصحه لميس. شكرا. لميس يعيشك. يعيشك. سلامة. تهلا في ربحكم. سلامة. شكرا لك. ما نزيدش نكون. ماشي. نبدا على بركه الله. انا واش عندنا؟ عندنا كميه تاع الفول مقدار هكذاك 500 غرام ولا نقدروا نقصوا على سبع افراد العائله. لهنا نقليو دائما الفول هو الاولاني نديروا له كميه تاع الزيت ونقليوها نقليوها وحده بلا قبل ما نديروا له التوابل. نقليوها ديجا كي نبداو نقليوها نشموا هذيك الرائحه تاع الفول كما نقولوا سيرتو المحبين تاع الفول. يحبوها. نقليوها مليح من بعد واش نضيفوا له؟ نضيفوا له لهنايا حبه تاع البصل مقطع مكعبات كميه تاع الحشيش ولهنا عندنا لهنا الدرسه والثوم لهنايا بعد ما رحيناهم لهنا صافي عندنا البصل والثوم لهنا نقليو مليح هذيك الشوربه ديالنا. توابل واش عندنا؟ ملح فلفل كحل كميه تاع راس الحانوت بيان سير ملعقه تاع العكري وملعقه تاع طماطم مصبره. هنا نقليو كامل بهم خاطر الطماطم مصبره كي نقليو بها من الاول نحو لنا هذيك الحموضه اللي تكون فيها نقليو مليح ومن بعد نمرقو لهنا نمرقوها نخلوها لهنا طيب بعد ما نحسوا الفول تاعنا بدا يدخل طياب لهنا حنخطروا ولا الحساء ديالنا ولا الشوربه ديالنا حنديروا لها بتليتلي. اوكي. نعم. تجي بليبات تجي بنينه خير خير ما دير لها الميم في الفرميسه كي يحب يدير لها فرميسه هي من الاحسن لان هنا الام تاعي ربي يرحمها كانت تدير لنا بتليتلي. تجي بزاف بنينه شوربه هذه وما فيها ني لحم ني دجاج وتخرج هايله. خير بيان. جي با دوت انه وصفات هادو تاع فيت فيت وصفات تقليديه. نعم هادو ما كما قلت هادو ما كاع ندنا عليهم ميم وصفات ما فيهمش بزاف لي زانغريديون. وتكفي افراد العائله ومم كي يكون معك والو في الدار تقدر تسلك راسك. تسلك راسك. نعم. بعد ما التليتلي تاعنا كاين اللي يحبوا يخافوا يتعجل لهم ندخلوا شويه في الفرن برك يمد لنا غير لو ذهبي برك باش على باش كي نغليوه ما يطلقش روحه لهنا. ومن بعد نقعدوا نحركوا بعد ما طيب لنا الشوربه ديالنا بيان سير الكران تاع الحار يكون حاضر وبيان سير الكميه تاع الحشيش. اوكي. هنا درنا لها غير الزيت نحبوا نديروا ملعقه تاع السمن ولا نقدروا نديروا لها باش نزيدوا نقول لو غوت ديالنا.
نروحوا للطبق الرئيسي تاعنا اللي هنا واش فيه؟ غنديروا اللحم بالفول، حنا معرفين نديروا رز براطل هذيك اللي تجي شغل طبيخه تاع الفول ولا. اليوم حنديروا طريقه واحده اخرى اللي هو اللحم بالفول، حنطلعوا له في نستقبلوا مكالمه. عفوا ننطلقوا في الوصفه. الو صباح الخير. الو صباح النور. اهلا مرحبا بك. اهلا بك وهلا. انا امينه من تيبازا. نعم امينه من تيبازا. امينه من تيبازا مرحبا بك امينه. بك وهلا. ولا غير شحال من مره نحاول باش نعيط لكم ما نحكمكمش. مرحبا بك. وهذه المره راني غير نسي اوكيبي، نحب يعجبني ما شاء الله طقم الحصه تاع شهرة، وتعجبني الجروب تاعك والجروب صالح اللي راه حاليا والجروب الاخر. الجروب ايمان ولطفي. ايوه الله يعطيك الصحه. ما شاء الله الله يبارك يعيشك. شكرا. ربي يعاونكم ان شاء الله. امين. انا نحب نشوف اذا تقدر ديروها والله ما على بالي كرنطيطه. ديروها. ندير كامل بصح كرنطيطه ما تخرجليش. نعم درنا الوصفه تاعها كانت عاود تشوف بك ما شفتهاش والله. الله يبارك ما شاء الله. صالح دائما البسمة على وجهه. ربي يخليك شكرا لك. معقولي لي مع شويه كمون شويه هريسه؟ ها؟ قرنطيطه. قرنطيطه. صحتكم ان شاء الله بالك يعاودها لك ولا تينا. انا كنت على بالك الاخت. نعم انا ما ناكلهاش كامل، كنت واحد الوقت ما نمساش كامل، ودركا ولاو العباد كيشروها من برا تعجبني راح نشري ساندويتش قرنطيطه. هي بيناتنا تاع برا خير من تاع الدار. هي من الحاجات اللي تشرم برا تجي خير في القرنطيطه. لا لا نادر قرنطيطه من الحاجات اللي كيشروها برا تجي بنين. درنا دنيا وصفه اللي تخرج لك في المطعم. انايا جيستومون انايا كي ناكلها في الدار ما تعجبنيش كنت ما نحبهاش. شفتي دونك كي بديت برا نشوف ياكلوها وليت منين درت رحت نجريها. سبحان الله. ربي حمديه. نقدر ندير اهداء؟ تفضلي. ايه زيد فضلك. نهديها لاختي الكبيره اختي فاطمه من برقيقه، واختي نوبيه، واختي حوريه الصغيره، ونهديها لخالتي كامل ونسى خالتي، والبنت خويا اللي الفرح تاعها ندير نهار الاثنين مازال برك ما داوهاش ولا غير فرحنا بها كامل، ونهديها لكل الجيران. نعم. ونهديها اليكم كامل طقم الحصه، وربي يعاونكم يعطيكم الصحه. شكرا لك يعطيك الصحه. ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي يحفظكم. ها هي صحه بسلام. هي نادم لي زاستيس تاني تاع القرنطيطه باش تنجح سي طيابها في الفور. هي طيابها لو بلاصمون تاع التحت تاع الفور. على حنا في لهنايا في المنازل تاعنا يخلوها طيب بزاف. هو اكسبيريونس في القرنطيطه ما تكش راسك. نعم يخلوها طيب بزاف على تحبط كامل هذيك القرنطيطه ما تجي يابسه من تحتها. اوكي. ما تجيش فيها ما تجيش كما حنا نقولوا. هذا احنا واش درنا؟ طيبناها فوق الفرن. كنت معنا زهره نهار درناها. نعم. للاسف. نطيبوها فوق الفرن. للاسف كنت معاكم. على فكره القرنطيطه. يخا لا غالي تراطي. نحب كلش اي حاجه بسيطه نحبها الا القرنطيطه. قتيها؟ ما نقدرش. خلاص نشوف يخلص برنامج راح نجيب لك تاع هنا اللي قدام اللي قدام المقر ديالنا. شوفي قرنطيطه معروفه عالميا، الناس تجي من الانجليز غير باش تاكلها. أبو. سبحان الله. تاكل ولا نسمع؟ قولوا اسمه لانه انسان زوالي يديروا له اشهار. هو يسموه بوبرت تاع القبه. معروف عالميا، الجزائريين اللي مقيمين بالخارج لما يجوا عطله الجزائر لازم يروحوا عنده ياكلوا هذيك بيتزا كاري ولا القرنطيطه ديالو. مشهوره عالميا، هم يقولوا لي الزملاء ايه. صح بصحتهم. نعم دوكا نروحوا لهنا للطبق الرئيسي ديالنا اللي حنا قلنا حنقدموا اللحم لهنا بالفول. واش نديروا؟ انا من الاحسن يكون اللحم غنمي، هو اللي مد الكو التقليدي هذاك. واش نديروا؟ عندنا كميه تاع اللحم اللي نقليوها كذلك شويه زيت وشويه سمن ولا شويه زبده، نقليوها مليح. بعد ما نقليو اللحم تاعنا لي دو كوتي نضيفوا له لهنايا حبه تاع البصل تكون مليحه مقطعه مكعبات، وسنينه تاع الثوم اللي نسكرفجوها باش ما تبانلاش مننا غير الذوق برك لاصوص ديالنا. ندير التوابل واش عندنا؟ ملح وفلفل الكحل. هذا ما كان فيهاش غير توابل غير ملح وفلفل الكحل. من هنا نخلو اللحم تاعنا بعد ما نقليوه نخلوه لهنا المرقوع، نخلوه يبدا يطيب لنا. بعد نحصوا اللحم تاعنا نعرفوا الغنمي مش مدة طويلة كيما اللحم البقري، نكونوا قطعنا لهنا الفول تاعنا مكعبات، نغسلوه مليح بالسر دائما كمية تاع الخل، ومن بعد نضيفوا هذاك الفول فوق هذاك اللحم هذاك، نغطيوه ونخليوه يطيب غير في هذيك لافابور ديالو. بعد ما يطيب لنا عندنا خليط من تاع الحشيش والمعدنوس اللي نديروه في الاخر. تخي بيان. اوكي. نعم. يبان بنين هذا. يجي بزاف بنينه هذا الطبق هذا. احنا معروفين بالطبيخه بزاف ولا
اليوم بدلنا الوصفه باش ان شاء الله يجربوها اللي عنده شويه تاع الحظ. ما مزدنا احنا الفول دائما نديره وحده، ندير حم نيجات مسكين وحدو بنين اكزاكت. ممكن تجربيه باللحم زهراء والله تشوفي بنه تاعو بزاف بزاف بنين. نحقروه مسكين. نعم. لازمك ديرنا الفول اون فيغين باش نديرو لي زيتوال كيما درنا بزاف. لازم نديرو لي زيتوال الفول. لا خاطر دي سلطه تاع الفول هذه نبدلو لها الاخر نديروها دون دي فيغين نبدلو لها كاع لا فيكس تاعها. ميم لو ديكور تاعها يتعجب صالح وياكلها. تاكل الفول صالح؟ لا لا، ولو انه الفول منصوح به للناس اللي دير الحديد ودير الرياضه في اليامات الاولى، لانه معمر بروتين، معمر بطريقه عجيبه، على بالي بانه الشباب اللي داوموا على كمال الاجسام وكل شيء في اليامات الاولى تاعهم ينصحوهم بلاوي وهذه الامور، ولكن منصوح جدا بالفول، انهم ياكلوا الفول ولو انه يكون ناشف، يكون ناشف هكذاك يقزقزوه، لانه هذيك المضغه تاعو الصغيره تاعو هذيك قالت لك معمره بروتين ومعمره طاقه تساعدهم باش يبنوا الكتله العضليه ديالهم. هذيك فوالا بصح تكون ناشفه. لا لا ومن بعد اوكي. نعم نروحوا لهنا للتحليه تاعنا اللي عندنا لهنا ان فلون بليزيطاج تاعنا. نروحوا للطبقه الاولى اللي حنخدموا اون بات لهنايا اللي تجي كقاعده. لا بات تاعنا واش فيها؟ عندك ناخذوا ريسيبيون نديروا له حبه تاع البيض. انا في غير حبه تاع البيض ما نحبوش لهنا يا شغل هنا لازم كي يكون في المول لازم تجي طبقه تكون رقيقه ماشي لازم تكون خشينه مزيان. عندنا حبه تاع البيض نضيفوا لهنايا نص كيلو تاع السكر، نص كيلو تاع الزيت، نص كيلو تاع الحليب، لهنا ملعقه تاع لافاني، لهنا نضربوهم مليح بالباتر، ومن بعد لهنا اللي ما عندوش الحليب نقدروا نعوضوه بالماء سخون، يكون الماء دافي نقدروا نعوضوا الحليب بالماء سخون، ومن بعد لهنا واش نضيفوا لها؟ نضيفوا لهنايا كميه تاع تفضل تفضل. هذا التلفال سبحان الله يا خو راهي يا زهرة عندي الفرد يكمل عندي الفرد النديم. نعاودوا مع الوصفة تاعنا واش نديروا لاباط الاولانية واش نديروا فيها؟ عندنا حبة تاع البيض نضيفوا لها نص كاس تاع نشوى نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نضربوهم مليح ومن بعد واش نضيفوا لهم؟ لهنا نضيفوا لهم لهنا كي نضيفوا كاع دوك السوائل نضيفوا لها ملعقة تاع كاكاو اللي حبوا يديروها دوك الشوكولا كيما حنديروها اليوم، ملعقة تاع كاكاو. عندنا لهنا كاس درنا نص كيلو تاع هذوك السوائل، نديروا كاس تاع الفارينة وبيان سير كيس تاع 10 غرامات تاع لا ليفير. تخي بيان. لهنا نديروا كطبقة الأولى نمسحوا مليح المول تاعنا بالزبدة وشوية تاع لافارين لهنا باش ما يلصقلناش لاباط تاعنا. ندخلوها طيب على 180 درجة لهنا، نخلوها حتى تنشف مليح غير تخرج، لهنا نسقيوها بالحليب. نخلوها تبرد، نروحوا ناخذوا الطبقة الثانية، طبقة تاع الفلون تاعنا. واش عندنا؟ عندنا نص ريتلة تاع الحليب، عندنا علبة تاع فلون بذوق شوكولا مقدار 50 غرام، نضيفوا لهنا زوج ملاعق تاع السكر وزوج ملاعق تاع لامايزينا، نخلطوا مليح الخليط تاعنا ونديروه كطبقة ثانية بعد ما كتبردت فوق الكاتو هذاك. نعم أوكي. بعد ما كان برد لنا، زيدوا نخلوها تبرد لنا. طبقة ثانية ولا لو كلاصاج اللي حنديروه من الفوق، واش عندنا؟ عندنا كمية تاع الماء، لازم يكون كاس تاع الماء. كاس الماء هذاك واش نضيفوا له؟ نضيفوا له لهنايا زوج ملاعق تاع لامايزينا، ثلاث ملاعق تاع السكر، وكذلك لهنا عندنا عطر لهنا بذوق الكراميل ولا بذوق الشوكولا، العطر هذا. داكو. نخلطوه مليح، خاطر لازم نديروها بالماء باش ما تجيش باش تجي شغل ديفيرون، تجي شغل جولي من الفوق. داكو. خاطر كي نديروها الحليب تجي شغل كريم كانت، صافي تجي ثقيلة. جولي نديروه بالماء. صافي عندنا كاس تاع الماء، عندنا زوج ملاعق تاع لامايزينا، ثلاث ملاعق تاع السكر، وملعقة تاع لهنايا عطر وذوق الكراميل. لهنا نخلطوها مليح، نزيدو فيهم طبقه ثالثه ونديروها في لهنا في الثلاجه، نخلوها تبرد لنا مليح، هذا تبرد مقدم بارده وش هي؟ طيبة. طيبه. انا درت لك هذا لوتيست، هما هنا كل الدنيا بيضاء. يا ريت ياسين يركز بك معايا باش ندير لوتيست لنديم. حبيت تفرق لي بين هادو. خلاص. هذه فارين. هذه فارينة؟ هذه مايزينة. ها هذه مايزينا؟ فارينا والمايزينا مسوهم بيدنا باش نعرفوا. هذه فارينا؟ هذه مايزينا. يفالي با تقول لي بس بيدك، انا صرتك انت ما عبيتي زيد. نعم. هذوما هذه لا ليفير. وي. هذه لافاني، هذه مايزينا. ها قلت لك هذه المايزينا. لا هذه مايزينا. اوكي لا ليفير، هذه لافاني. هادي مايزينا راه غير مايزينا بل فارينا هاي حداك ما كانتش كاينه. اوكي يعطيك الصحة نديم، متفوق متفوق. نستقبلوا مكالمة هاتفية نخدموا بها هاد المحطة. نقولوا الو صباح الخير. الو صباح النور. صباح الفل والياسمين مرحبا.
كيف بحثوا كراكم؟ لا بس الحمد لله يعيشك وانتي تولاتي هبل ما شاء الله. نعم؟ قلت لك تولاتي هبل ما شاء الله. شكرا لك يعيشك شكرا. أم ياسر من وهران. شكون؟ أم ياسر من وهران. أم ياسر من وهران، مرحبا بك أم ياسر. هلا بنا صحيح. تحياتي لكل الجنة إن شاء الله، أنتم كيراكم راكم بخير؟ بخير غاية، الحمد لله. الحمد لله يا ربي. نعم مرحبا بك. يسلمك صحيتي. كاش عندك طالبات؟ نعم. بغيت نتفاعل معكم بموضوع تاع اليوم ما سمعتهاش تاعش. الموضوع التفاعلي تاعنا؟ اللي هو هل تعتبر نفسك ناجح في تربية أولادك؟ ما شاء الله الله يبارك، موضوع شباب. هاي شاركينا رايك. هي على كل نحبوا نعرفوا اذا راضيه على وش والطريقه اللي ربيتي بها ابنائك ولا الشكل اللي راهم به اليوم، فخلينا نعرف. الحمد لله الحمد لله. عندي الولد الحمد لله يا ربي، نعرف نعرفكم بالولد تاعي، عنده 16 عام ما شاء الله، يسمع لي الهضره من صغر، تربيت انا وياه، عندنا حوار خاص بيناتنا، نتحاور انا وابني. ثاني خوه عنده 13 عام نفسه، والبنت ثاني الصغيره راهي عندها 8 سنين ما شاء الله، ثاني ربيتهم كاع تربيه واحده. نتحاور انا وياهم، عندنا الحوار. تخيبيا يعني. وانت كيفاش، واش هي معايير اللي تقيس عليها انك نجحتي ولا ما نجحتيش في التربيه؟ شوفي كي تشوفي الدريه تاعك يسمعوا لك الهضره، ما يجيبوا لكش الخبر، تروحي للمسيل تسقسي عليهم يقول لك ما شاء الله نعمه تربيه، هذه هي الحمد هي الصح. الحمد لله يا رب. انا الحمد لله يا رب. العظيم كي نروح نسقسي عليهم، نسقسي على وليداتي ما شاء الله نجي فرحان. الحمد لله. يعني انت اللي بغى الولد ما جابش معدل مليح، بصح التربيه تاعه كما قال لك كاع شهدوا عليه باللي ما شاء الله مربي ما شاء الله يا رب. شكرا لك. التواصل هو احسن شيء واحسن حل. التواصل هو احسن تواصل عندي. نقول لهم ما تدسوش عليا، ما نسمعش من عند، ما نسمعش من براني، نسمع من عندكم انتوما. جميل. ما شاء الله والله العظيم الحمد لله يا رب. ربي يخليك. ويخبروني انا قبل لا يخبروا ابوهم. سيبيا انت ما انت مصاحبتهم اكثر من الاب. ايوا انا دائما خلي ابوهم ذاك يقولوا حنايا في خبر عليكم برك. اوكي ديروا حاجه خبر عليكم بوكم. تخبي عليها، تخبي على باباهم سي صح؟ لا نسي خبر على باباك، نقول احنا كون يجبد حاجه عندي ليميت ولا نقول خبر عليكم باباكم. يعني مخليتو الدهن يستعد. اوكي سي بيان سي بيان، تحيه ليك. اوكي صالح ما نخبرش عليهم، ما ندس عليهم. اوكي تحيه ليك وربي يحفظهم لك. لا يا ربي ربي يحفظهم لك. الحمد لله ناجحين والله ما شاء الله الحمد لله يا ربي، ما في الحومه اللي يبغوهم ما شاء الله يا ربي. ربي يحفظهم لك ان شاء الله يا رب. يسلمك وندير تحيه صغيره لبنتي عندها انيفيرسير تاعها. وي جويز انيفيرسير، تحيه ليها تفضلي. نور الهدى على قفلت لي 9 سنين ما شاء الله. تحيه ليها جويز انيفيرسير نور الهدى، ربي يحفظها لك. يسلمك يا ربي يسلمك. امين. تهلا في روحكم وبارك الله فيكم، ربي يجازيكم على كل ما كم تديروا لكم ما شاء الله، راكم في القمه. شكرا لك. ما شاء الله وسلامي الحال لطفي وايمان. من زور. يبلغ سؤالك. شكرا لك. وتي حياتي خاصه لزهور غربي. لمن؟ لزهور غربي. زهور غربي. اوكي. ما شاء الله ما شاء الله والله ما شاء الله. يبلغ سؤالك، هي تسمع فيك على كل حال. يسلمك. شكرا. تهلا في روحكم. يعطيك الصحة. شكرا لك. صحيتي. يعيشك. صح. دونك هادو كانوا كامل الوصفات، وكان اليوم درت لك فرد. نعم. ديما تدي لي فرد، اليوم انا أول مرة في 3 سنين درت لك واحد. أنا كنت نحط لي سكر وملح وقول لي فرق ما فرقش. نديرها لك عن قارب. شكرا لك نديم، نقول لك بون كوراج، إن شاء الله توفق في هذا لو منيو، ونطلعوا عليك ساعة ساعة. فبون كوراج، ونقول للمشاهدين الكرام راح نكتشفوا. تشارك صاروا انهم يفتحوا درج الاغاني الجميله واغاني الزمن الجميل واغاني هذيك اللي كبرنا بها واللي كنا نسمعها كي كنا صغار، ولكن كذلك اللي مرتبطه بالذكريات هو الحلويات التقليديه اللي كنا نعرفوها كي كنا صغار بطريقه، ولما كبرنا ولينا نشوفها بطريقه اخرى، ولكن اليوم حنعرفوا الوصفه الاصليه التقليديه ديالها مع المختصه اللي حضرت معنا اليوم السيده ليلى رباح. صباح الخير. صباح النور. واش راكي لاباس؟ لاباس الله يسلمك. الحمد لله يا رب. انت متخصصه في الحلويات؟ نعم. حلويات تقليديه ولا حتى العصريه؟ تقليدية، خاصة التقليدية. أكثر شيء تقليدية. تقليدية. ومحافظة على الوصفات هذيك اللي علموها لنا بكري فيها بعض التجديد، فيه فايدة للوصفة. أوكي. يعني ماشي خرجنا على التقليدي، بصح قعدنا في التقليدي، بصح بإضافات مليحة للوصفة. جميل. اليوم حاضر معنا تشارك العريان. معروف أكثر في العاصمة ولا كذلك في المدن الجزائرية الأخرى؟ العاصمة يسميوه تريت القميرات. صح. بصح دركا ولاو يعرفوه كامل. اوكي. ولاو يعرفوه في كل مناطق. وهو تما لازم يكون على الطاوله تاع العيد
الجزائريين. هو اول حاجه تدبر، هو تشارك مسكر لازم. شفتي سبحان الله. على كل حال هو كذلك من بين الوصفات التقليديه الاصليه تاع ناس العاصمه، وكما قلت يا سيده ليلى رباحي انتشر في مختلف المناطق. واش نستحقوا في الوصفه الاصليه تاع تشارك؟ باش نستحقوا فريضه السمن. زمان كانوا يديروا السكر العادي، صح، دوك السكر كريستاليز، دوك احنا نديروا سكر كلاص. اوكي. وديروا صفار البيض وفيه المزهر، المعطر الاساسي من زمان هو الماء الزهر. ما يديروش الزهر. وكاين اللي يحبوا يديروا القارص، شور القارص، بصح هذاك اضافات، هذوما اضافات، بصح الاصل يقعد السمن السكر والفريضه. هذا ما كان بسيطه. بساطتها هي لذتها. جميل جدا. وهذا اللي منا ما سحقوش مازال. هذوك العقده وللتزيين. يعني فيه عقده، فيه حشوه لداخل. فيه اللوز. صح. لوز شو السكر والمزهر. هذا ما كان. اضافه يعني الاضافه هي لافاني. باش نكهو، باش ندمج المزهر مع الفانيليا، تولي نكهه. عصرية تقليدية عصرية. عصرية، جميل جدا. وش هي الحاجة اللي نبداو بها، الخطوة الأولى اللي نبداو بها؟ تفضلي. يلا تفضلي، نشوفوا معك أولى الـ 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 عندنا الخطوات، المرحلة الأولى. تفضلي. عندنا 3 كيلات فريضة. يلا. كيلة ليدام. يعني السمن. سمن. أصل هو التقليدي هو السمن. صح. عندنا 4 كيلة تاع سكر. أوكي. صفار بيضة. وشوية على راس المغرف تاع لاليفيغ، خمارة الحلوى. اوكي. ماشي باش يتنفخ ولا. هذا للعجينة. للعجينة. صح. باسكو لو كان ديروا له بزاف في الخميرة راح يتغير الشكل تاعو يولي كواسون، ماشي. صح سي فري. ماشي تشارك العريان. اوكي. تفضلي تفضلي سيدة ليلى، نشوفوا معك البداية تاع العمل ديالك، وراح نرجعوا لك حتما في هذا البرنامج مرة مرة. إن شاء الله. شوفوا هناك لاحقة في الورشة ديالك. عندنا 3 كيلات فارينة. مسلوحين. إسكاس. ممسوحين، يعني انا كيقول كيله تقدر تكون كيله كبيره كيله صغيره. صحيح. على الانسان واش يحب يدير، المهم اللي العبر الواحد لازم نكملوا به كل شيء. صح. هذه هي هذه القاعده تاعنا، هي الكيله لازم تكون نفسها ما غيروهاش. طيب وزيدوا الثالثه. وقرصة الملح ما تتنساش. وين تتندار؟ لازم تندار في العجينة. طيب. لأنها هي تعدل في الذوق. صح. هذه القرصة تاع الملح. القرصة تاع الملح. اوكي. هذه 3 كيلات. جوزو السمن. السمن، ديروا كيلة تاعنا. اوكي. هذه السمن. ديروا كيلة تاع يعني السكر ما بيكون غربلناه من قبل، بصح يعاود يرجع الرطوبة. صح. سبب الرطوبة. صح. هذا السكر. السكر. صفر البيض نخلطوا به. صفر البيض ديروا لهنايا، لانه لو كان نديروه وحده يدير لنا الحبيبات في العجينه. وي صح. والمزهر. الماء والمزهر. ما ننساوش رف. رشه صغيره. رشه صغيره. اوكي. نخلطوا العجينه. نخلطوها. نسوها مليح. والسمن تاعنا لازم يكون بارد. ذوبوه ونبردوه. وكاين اللي يحب يدير خليط بين السمن والمارغارين، كاين اللي يحب يدير مارغارين وحده، بصح هي الاصل تاعها سمن وحده. وحده ما نخلطولوش. هذاك هو الذوق التقليدي. يعني نشوفوا ربما وصفات ظهرت جديده، كل واحد كيفاش يحب يبدع. ولكن الناس المحافظين ما يحبوش هذا الشيء. بصح هي الاضافات، كي تكون اضافات في في الفايده تاع هذيك العجينه. شنو الاضافات اللي جات جديده؟ مثلا كاين اضافه مثلا سكر كلاص. زمان كانوا يديروا السكر سكر عادي. يديروا سكر عادي. حتى الفانيليا ربما كانت اضافه. الفانيليا هي اضافه. المزهر هو ماء الورد المقطر، هذا هو الاساسي في الوصفات. ما يغيرش الذوق كامل، ولكن يضيف له نكهه. ما يغيرش، يضيف له نكهه. جميل. نكملوا مع العجين. نبسوا العجينه تاعنا مليح. اوكي. بس من قايد. نشد لك انا هذا. يلا. او صغير. اني نشوف. يمول فوق السيده ليلى بالكميات الكبيره. بالجفنه. صح. والريحه هذه في كل البيوت الجزائريه ليله العيد.
سبحان الله. وقد ما تكون وقد ما كانت بساطه المقادير كانت لذه في لذه الحلويات. وكيلي كانت حلوه. حلوه بزاف. سبحان الله. وحتى الان وما خطاوهاش يعني هاد مازالوا محافظين عليها. مازالوا. زيدوا هنايا حتى يولي عجينة صح؟ اه. اوكي. يعني نرشوا بالعقل. لانه نخافوا الفرينه تشرب ولا ما تشربش من هذه العجينه. خيب. لانه في التقليدي الفرينه العجينه كيطبوها بالمزهر. إيه؟ كيخلوا نديروها طريه بزاف. تزيد ترتاح تطلق روحها. لكن لكن اذا كانت الوصل يعني درنا السوائل هي الاولى نقدروا نطبوا بالعجينه، العجينه كي تطلقوها تشد روحها. صح صح. باش نخليوها ترتاح ما تطلقش روحها بزاف، تسمى تشد روحها مليح. تو ما يهمش في البدايه ولا النهايه. ما يهمش. اوكي هكذا حتى نعجنوها حتى كيفاش تولي عجينه كامل. عجينه ما نعجنوهاش نطموها. نطموها يعني نطموها نعجنوها الفرينه تخرج لنا العلك تاعها. والكاطو ما يخرجش مليح ما يوليش يقرب من الشكروستيه وفي هذيك البنات يروح كلش. صح 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 صح. هي بدات تركب العجنه تاعنا. وبالاحسن يكون المزهر والماء دافي شويه خاصه في فوق الشتاء هكايا باش لانه كان ديروا له بارد السمن يشد روحه ويجمد وبعد العجينه تولي لك فيها حبيبات. اوكي حنا نخلوك مع مرحله العجن كي تجوز المرحله الثانيه نعاودوا نرجعوا لك سيده ليلى. هكذا حنا دوك انا طلعنا السكر تاعنا كما يجب ولكن لازم نعرفوا نتعاملوا معاه من خلال الفقره اللي راهي جاينا بعد قليل. تفضلي زهره. الكرام نقول لكم مرحبا بكم في محطتنا اللي تحبوها بزاف محطه جنة الطبيب بعد هذا الجينجل. الثلاثاء مختص في مجال اللي حبينا نديروه هذا الموسم في صباح الشروق بحكم انه الارقام ربما ارتفعت بشكل رهيب في السنوات الاخيره في الوسط الجزائري والمجتمع الجزائري ويخص في يخص بداء السكري. اليوم تكلمنا عن العديد من الاصناف والعديد من الفئات منه ولكن اليوم فئه جد مهمه اللي ما نغفلوش عليها زهره. اكيد الفئه اللي راح نختاروا اللي راح نهضروا عليها اليوم هي فئه الاطفال ولا مرض السكري عند الاطفال. راح نكتشفوا مختلف انواع تاع هذا المرض. اكيد هذه الفقره اليوم راح تكون بامضاء الطبيب المتالق اللي حبيتوه بزاف دكتور نادر قري. نقول لك صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير عليكم. دكتور اهلا. شكرا. مرحبا بك. مرحبا. دكتور نادر قري مختص في داء السكري في الوقايه العلاجيه في التغذيه وكذلك في الخصوبه. نشكرك على حضورك دائما معنا، دائما ما نستفادوا منك بكثره في برنامج صباح الشروق. شكرا. انا ايضا اشكر المشاهدين. يعطيك الصحة. شكرا لك. فداء السكري عند الأطفال يمكن عرفنا كيفاش يقدر يكون داء السكري عند الأطفال وهل هناك كما عند الكبار داء نوع أول نوع ثاني؟ دونك فسرنا أكثر. في الماضي كنا نشوفوا غير النوع الأول عند الأطفال. نعم. ولكن من الألفينات حتى اليوم رانا نشوفوا كثير من النوع الثاني عند الأطفال. عند الأطفال. من أجل السمنة. السمنة المبكرة. السمنه تسبب في النوع الثاني مباشره. اوكي لوبيزيتي. وي. طيب منين يجيهم سواء النوع الاول ولا النوع الثاني؟ كي نقولوا الطفل غذاء ربما مازال ما بداش يعني يفسد بمقارنه بانسان كبير ولكن موش يجي السكري عند الاطفال. الوغ السكري النوع الاول اللي هضرنا عليه هي سين مالادي اوتويمين يعني المناعه نتاعنا الذاتيه. فوالا الذاتيه تدور علينا وراح راح راح تفسد البنكرياس الخلايا اللي تخدم الانسولين. تعتبرها كمهاجمه تما تقتلها. والنوع الثاني هضرت على طريقه التغذيه وكلش. سي اليوم دراري لي جان يعني من 16 سنه وهبط ولا من 20 سنه وهبط ما راهمش ياكلوا كما لازم. واو. يعني سوء تغذيه. سوء التغذيه. اوكي. ياكلوا لي فاست فود بزاف الاكل الاصطناعي بزاف معلبات. كيفاش يمكن ما هي الاعراض اللي تبدا تظهر على الطفل حتى نقدر نقول انه يمكن نشك فيه انه عنده داء سكري؟ الوغ الطفل ديجا صعيب على هذيك كي نفيقوا به لقاوه مشيان. دوك نوريو ديزيماج تصاور نفهمكم. نلقاوه مشيان بزاف كي يبداو الاعراض يكثروا كيما التبول بزاف شرب الماء بزاف الاكل بزاف التم اللي نفيقوا به.
يعني نشوفوه مشيان بزاف ولا سمين بزاف؟ فوالا هذه في النوع الاول. في النوع الاول لازم راح نلقاوه مشيان بزاف. أوكي. في النوع الثاني راح نلقاوه سمين بزاف. سمين بزاف سبحان الله. داكوغ. اوكي اوكي. هل هو مثلا واحد يكون باغ اكزومبل سمين وبعد يشيان تو دانكو يعني هذاك لامغريسمون هذاك الاخر هو اللي عارض؟ نعم تخبي. سيت ان سيني هذاك وي. لامغريسمون يعني كي نشيانو بصدفه وكاين نقطة أخرى راني نشيان بصح راني غراو ياكل بزاف راني نشوف فيه ياكل بزاف. بزاف وانا تروح الماكلة. اوكي. تم كاين لاسيدوسيتوز ديابيتي. طيب وقتاش نقولوا على نبقاو مع النوع الثاني بحكم انك تكلمت على السمنة وقتاش نقولوا على هذا الطفل عنده سمنة وقادرة تعرضه لسكري؟ كي يكون البي ام اي تاعو ولا الاي ام سي كبير فايت 25 ديجا كاين سوغ بوا. هذه لازم طبيب يعرفها. وي كاين قياسات حسابات نحسبوها. اوكي. ولا بالآلة هذيك تاع لامبيدونس ميتري اللي نشوفوا التركيب تاع الجسم. طيب. نسبة دركا على خاطرش البي ام اي راهم حاطينه شوية كوتي دركا خاصة نسبة النسيج الشحمي في الجسم. اوكي. وكي نديروا لهم انا كي جوني وندير لهم ديجا هذيك الآلة نشوف ديجا راهم فايتين 40% من نسبة النسيج الشحمي في الجسم تاعهم. وكي ندير التعيارات نلقى باللي عنده بداية سكر ولا راح يدير السكر ولا عنده ديجا وقت من يدير في السكر. نظن انه المشكل هنا راهو يتعلق بالعلاج لانه لما نعالجوا انسان كبير من السكري ربما سهل لانه يتقبل الامر راني انسان كبير نعالج ولكن الطفل الصغير مع الاطفال في المدرسه هذه حلويات هذا لعب هذا ما نقدروش نحب مامكم احنا ما نعطولوش راح صحابه ولا راح يديلهم. كيفاش نديروا دكتور كيفاش الحل؟ لازم وهنا ممارسه التوعيه العلاجيه مهمه عندها دور كبير راح نفهموه. نعم راح نفهموه ونعلمو له ما يجوعش. طيب دكتور انا كنت طلعت شويه على بعض المواقع اللي نشوف فيها يمكن اخر تطورات فيما يخص الانسولين ولا فيما يخص خاصه السكري عند الاطفال فلقيت انه كاين ان تروك كومبلاس ايسي يعني حاجه هي تبعت وحدها الانسولين يعني بلا ما احنا يعني يمكن هذه لي بومب لي بومب لي كابتور سو كوتاني يعني وحدها تريغلي لو سكر. هل هذا العلاج متوفر عندنا في بلادنا؟ الوغ كاين المضخه نحطوها كي التليفون هنا بكري شوفوا كي كنا نحطوا التليفونات بكري واش يبقى هنا في السبته هذيك نقدروا نديروها هك وكاين كاين تويو هكا راح يمد الانسولين في كل ثانيه ببطء كبنكرياس يمشي ولكن هذه اللي يعني سي دي بانكريا ارتيفيسيال اي فوالا اوكي سي مام في الخارج ما راهيش متوفره يعني وغاليه غاليه بزاف وهذه اللي هنا يحطوها هنا الوغ هذيك الكابتور يعني باش يقيس لي السكر ويعطي لي سوا فوق التليفون تاعي سوا في الجهاز ما يقول لك بلي وطلع بلي وهبط فوالا وراح يطلع بالك راح يهبط هذه بالك اقل سعر من الاخرى ولا اقل سعر ومتوفره في الجزائر تخيل كاين مام مخبر ولا زوج في الجزائر يخدموا صناعه محليه نقدروا نعرفوا دكتور ابوبخي شحال السعر تاعها ابوبخي حوالي 2 ملايين في الشهر حوالي لانه تتجدد اوكي عنده الوغ كاين لي كابتور اللي عندهم 10 ايام عيشه استاجر نديروا 3 في الشهر وكاين اللي عندهم 14 يوم نديروا 2 في الشهر اوكي دكتور نرجع لطريقه العلاج بالنسبه للسكري عند الاطفال تختلف مع العلاج عند الكبار وضحنا الامر تختلف على حسب لا هي نفسها في نفس النوع نفسها ولكن عند الصغار عند الاطفال الادويه ما تستعملتش في التجارب كي يخدموا الدواء ما يديروش لي زيسي على الدراري المراه الحامل والدراري جامي يديروا عليهم لي زيسي كلينيك الادويه الادويه تما ما كانش كيفاش نقول لك ما نقدرش نعرفوا الخطوره تاع هذاك الدواء على الدراري ولا على المراه كي تكون حامل اوكي دونك سي دو تاتونمون يعني بون مي على بالنا باغيزون في السمنه الجلوكوفاج عنده بلاصتو لازم يكون عنده بلاصتو كاين اللي يعالجوا بالانسولين ثاني يديروا لهم الانسولين فتره
بين 3 أشهر وعام. طيب. وكاين مام الفيكتوزا سقساوني هذيك النهار، في كاين في بلدان عندهم لايمام، تما عندهم يسون كوفير، عندهم لا بوسيبيليتي يعالجوا به الدراري اللي عندهم نوع الثاني اللي جاهم من السمنه. اوكي. دكتور، في اثناء تصفحي لي على هذا الموضوع لقيت باللي انه في السنوات الاخيره نسبه كبيره من الاطفال جاهم سكري نوع اول ولا ثاني بسبب صدمه. صدمه. الوغ الصدمه الوغ داكور. هاد النقطه غير واضحه بزاف. يعني انا واش نقدر نقول واش رانا نشوفوا؟ ديجا هادوك الدراري بون في النوع الاول صدمه راح تبينوا. يعني خلعه حاجه تخضوا حاجه تاكلوا. راح يطلع السكر راح قادره. إيه؟ راح يطلع السكر بنسبه تلمو عاليه للطفل هذاك راح نفيق باللي كاينه حاجه ماهيش مليحه ونروح نديه عند الطبيب. داكور. سي هكا اللي نفيقوا. طيب. في النوع الثاني يكون السكر ديجا طالع. والصدفه هذه طلعوا بزاف 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 حتى الجسم راح يتكلم معنا. راح يعطي اعراض كبيره كيما نقص في الوزن الكوما. كاين حوايج كيما هكا كيكون 4-5 غرامات يومي. طيب. بعد هذيك الصدمه بيان سور. طيب طيب طيب. دكتور، بما انك ايضا مختص في التربيه العلاجيه فكيفاش يمكن احكي لنا مثلا كيفاش تقدر انك تقنع اولا الاولياء، لانه حاجه صعيبه يمكن على الاولياء اكثر من على الطفل، وكيفاش انك تقدر يعني تسيطر على توعيه الطفل الصغير انه يتقبل انه هو ماهوش كما كامل الاطفال. الوغ ديجا سامحيني يا زهرة، ديجا راهو كيما الأطفال الآخرين. نو يعني أني نقول هكا باش نحيها من راس الناس الكل. راهو كيما الأطفال الآخرين، عنده برك خلل هرموني، راح نعلمو له نفهموه هو علاش جاه باش يفهم. والأولياء تاني ونعطوهم الأسلحة باش يواجهوه. أوكي. بالخدمة. نشوفوهم ونعاودو نشوفوهم ونعاودو نشوفوهم ونعاودو نشوفوهم ونفهموا لهم. المتابعة المتواصلة مستمرة. ونكونوا حنايا ديسبونيبل. نعم. يعني كي عيط لنا في أي وقت رانا هنا. خير. هنا يدخل كذلك الطب المدرسي اللي لازم مهم، هذه النقطة مهمة لازم نرجعوا إليها حتما بعد هذه المكالمة. صباح الخير، مرحبا. عفوا. تمنع الاتصال. نعم للاسف. كلمت على الطب المدرسي مهم جدا في هذه المرحله بالنسبه لعمر الطفل. بيان سور. وخاصه لي بسيكولوج ثاني. مهمين جدا جدا. شنو يمكن الحاله اللي تقدر اليوم تو لا بارتاج معنا مع المشاهدين اللي كانت اثرت فيك كطبيب يعلن الطفل الصغير انه عنده داء السكري؟ كل الحالات ياثروا. ولكن انا عندي راح نقول عندي زهر. نعم. اللي كبرت مع والده عندها السكر نوع الاول، تسمى لي السكر انا ماشي حاجه متعودة. يعني نوضح للمشاهد انه الام تاعك مرضت بالسكري كان في عمرها 9 سنوات. نعم. وبكري يا ما كانش العلاج كيما درك، وعاشت عادي حياه عاديه، قرات وزوجت وجابت دراري والحمد لله. الحمد لله يا رب. وجابت نعم بون جابتو. يعني يمكن هذا هو كان الحافز انك اخترت هذا. بالكش مكتوب هذا خلاني بالكش ناخذ هذا الاتجاه. مي كل الحالات مؤثره. فوالا مؤثره. مي كوم انايا كي نانونسي يعني ان ديابيت ولا بطريقه سلسه بيداغوجيك وبسيكولوجيك ما تاثرش. نفهمهم ديجا كيما نانونسي نحكي لهم حياه الوالده تاعي. ديجا يشوف يفيقوا باللي وتلقى بالاطفال ربما ما يكونوش واعيين للخطر، ولكن الاولياء هما اللي تقبلهم يكون صعيب. وي. كي الاولياء يتقبلوا الطفل ولا الطفله هذيك عادي. سبحان الله. نذكر المشاهدين انهم يقدروا يشاركوا معنا في هذا الموضوع عبر المكالمات الهاتفيه عبر رقم 023-70-92-94 ولا حتى الاسئله اللي توصلنا عبر تطبيق الواتساب. وعنا مكالمه هاتفيه، قولوا الو. صباح الخير. الو صباح الخير زهرة. صباح النور فل ياسمين، مرحبا. والله الحمد لله. شوفي مدام انايا جو سوي دياليتيك. مرحبا. جيتي كونسيي من عند الميدسان تاعي باش راني ندير في فيكتوزا. دوك فينا فقط صوتك من فضلك ولا يزيدونا في صوت المكالمة.
يعني فهمت. زيد فضلك. شوفي الميدسان ديالي هو طاني فيكتوزا، هاني نديرها راني ندير جيزويت. بصح دوك انا عندي لا فامي تاعي في فرنسا قالوا لي داروا عليها ريبورتاج ديكونسيي باسكو هادي فيكتوزا دير السكته القلبيه. سكته قلبيه. صافي كان يا خفت، انا خفت مازال ما لحقنيش الرونديفو تاع الميدسان تاعي باش نروح ونسقسيها. دوك كي شفت ليميسيون تيليفزيون انا حبيت نسقسي الدكتور. داكوغ، اسمعي الاجابه، بقاي معنا بقى متابعتنا راح تسمع الاجابه. شكرا لك. داكوغ داكوغ، يعطيك الصحه بنتي. سلامة يومك طيب. سلامة، نهار سعيد. خوفت من وي سبحان الله. انا ظنيت باللي ما فهموش سوا مليح الروبورتاج ولا كاين نقطة واحدة أخرى، ولكن هذه الفيكتوزا بالعكس الدراسات اليوم فيكتوزا وكل فئة تاع الأدوية كما الفيكتوزا شافوا باللي الدراسات اليوم بينت باللي أو كونتخيغ بالعكس راح تحمي القلب. القلب أوكي. وي راح تحمي القلب من داء السكري، حقا من مضاعفات داء السكري، وخاصة اللي عندهم ديجا داروا ديجا جلطة قلبية وكلش. سي ان تريتمون يعني طيب اللي نمدوه عادي. في بعض الاحيان بالكش في الدراسات هذوما كاين دي زيفي سكوندير تاثير تاع انسان بالكش ما كاش فئه كبيره. خلاص خلاص خلاص، دي زيفي سكوندير هذوما نلقاوهم في الدراسات. طيب. يقدر واحد ولا زوج ولا خمسه داروا كومبليكاسيون مضاعفه تاع القلب، ولكن هاد الدواء بالعكس نمدوه لحماية القلب. القلب ممتاز. جميل جدا أن نلقاو أطباء عندهم الميزاجور ملمين بكامل عندهم الميزاجور يعني وعلى باج. لأنه يعني واحد الوقت أنا كنت نقولها كنا أوردونونس فيكسا فيكس هذيك هي دوكا العلم يتقدم والناس العلم رانا نشوفوا فيه يتطور ورانا نواكبوا يعني في دركا العلاج تاع السكري بيرسوناليزي يعني كل واحد وعلاج. كل واحد على حسب النمط الحياة تاعو راح نعطوا له الدواء اللي لازم. ما نقدرش مثال نمد لك دواء بعيد شرع عليك ليك انت نفسهم ليه يعني كل واحد الحالة تاعو. طيب دكتور نادر قرينا انا سؤالي راح كل يوم تكلمت عن المضاعفات بالنسبه للسيده اللي تكلمت عليها منذ قليل. طيب هل السكري عند الاطفال عنده مضاعفات وين قادر يؤدي هذا الشيء؟ بيان سور بيان سور بيان سور راح يمد مضاعفات. نعم. وين قادر يوصل؟ وشنو هو الأقصى خطر يقدر يوصل له الطفل اللي يكون مصاب بالسكري؟ من بعد كي يكبر. يبقى معاه. أوكي. كي يكبر راح يجيوه مضاعفات تاع القلب، العينين، الكلاوي، يعني نفسهم على هذه كي يكون ما يحافظش يمكن على بيان سور كي يكون ما يحافظش. هذه قلناها مع البداية لازم ندير كلش باش يكون عندي توازن تاع السكري تاعي. سكر ولا افيك موديراسيون ولا يعني ب مش محرومين لكن طريقة الأكل تاعهم تاع السكر هذاك ولا الكاطو ولا مع النشاط ومع أغذية واحدة أخرى والعلاج ما يأثرش على نسبة السكر في يوميا اون كونتينيو مش مشكل. بصح اجتناب السكر السريع برك. اوكي. من الباقي كل يقدروا ياكلوا. اجتناب السكر السريع. ممتاز. ناخذ مكالمة كذلك راح تكون في الموضوع. صباح الخير، مرحبا. نعم صباح النور. أهلا بك سيدتي. السلام عليكم، مش راك ولاباس؟ والله الحمد لله، تفضلي. الحمد لله، عندي سؤال برك. عندي وليدي في عمره 10 سنين. 10 سنين. على مرض السكري، حبيت نسقسي اسكو اللي يدخل تواليت بزاف، هو يشرب الماء، لكن يدخل تواليت بزاف، اسكو نورمال ولا ندير لي زاناليز ولا؟ شحال في عمره قلتي؟ 10 سنين. عشر سنوات. عشر سنين. اسكو شيان بزاف صدفه هاد الايامات؟ مدام شو هو عنده بزاف هاوية، ماشي يعني صدفه، لاحظته مرات عديده هو يدخل تواليت. زعما غير في الشتاء ولا ما في الصيف. الدكتور سالك على الوزن تاعو، هل الشيان صدفة ولا لا؟ لا 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 ماشيش صدفة، الوزن تاعو دائما هو ما شيان ما ثمان. ولكن العارض اللي يبان لها مليحة. هو الدخول المكرر. مليحة ديري داكور. بيتال كيفاش يدخل؟ يدخل درك خرج يعاود يدخل
زوج دقائق من بعد ولا ساعة ولا ساعتين؟ يدخل زعما نص ساعة، ساعة غير ربع يعاود يخرج، يعاود يدخل. مثل نسيد الأستاذة قالت لي يدخل بزاف المرحاض. ويشرب بزاف الماء. أكيد. يشرب بزاف الماء. ماشي بزاف صح يشرب. شكرا لك. بصح ديري له سكر تراكمي تاع 3 شهور. بصح ما ظنيتش ماذا. ان شاء الله ما يكون غير خير. شكرا اتصال. اسكو ندير له السؤال؟ نعم قالوا لي اسكو الطبيب قال لي ديري السؤال. هاه تفضلي سمعنا من التليفون. سي كوبي. انا الو. سمعنا من الهاتف من فضلك باش توصلك الهضره في الوقت. قلت لكم اسكو السكر ندير له تاع المخزن ولا تاع السكر العادي تاع اجان؟ ديري له فيه زوج. حتى ترتاحي واش تحبي مهنية. ان شاء الله نكون خير. يعطيكم الصحة ربي يعاونكم. شكرا لك. صح. يومك طيب. يومك سعيد. صحيتو يسلمكم. صحة. الاولياء هما اللي يتقلقوا اكثر شيء لانه كل ما يعرفش غير مدري ما يعرفش الطفل كيكبر. دونك على هذيك الاعراض اللي قلت لك ما يبانوش السؤال. عاود ذكرنا بالاعراض لانه على بالي الان الكل راهو منتبه معاك لخطوره الامر. انا وسوسيني دكتوره. انا عاود الاعراض انا وتوسوس. انا نتوسوس. انا الطبيب اللي يقعد نقول بالك هو يقول لك في الشتاء عادي الانسان يدخل بكثره المرحاض، يعني الانسان ما يتقلقش. مي كي ندخل كي نقولوا بكثره او دخل خرج خمس دقائق من بعد يعاود يروح وبيناتهم يشرب بزاف الماء، هادو هما الاعراض اللي باينين. هيا عاودنا الاعراض وحده وحده. بون تبول بزاف. اوكي. داكور. الشيانه خاصه. كي نقولوا تبول بزاف عند النوع الاول عند الدراري. الشيانه هي لو سامبتوم نيميرو 1. اوكي. يعني كي يضعف فجاه. يشرب بزاف الماء وما يخرج، انا قلت لك يخرج من حاشاك من الطواليت يعاود يرجع. داك. في وقت قصير. في وقت قصير بزاف. اوكي. يبان نفيقوا له هكذاك. والماكله بزاف بصح ما نشوفوش وين راهي تروح الماكله. داك. يعني ما يسمعش قد ما ياكل ما يسمعش. وكي تنقص له الشهيه فجاه ثاني نو؟ نحيد الطبسي. كيف تنقص؟ لا تنقص مثلا واحد يكون ياكل ومن بعد تقدر ولا غير تجي صعيبه ولا غير صعيبه تقدر طفل ولا غير تجي صعيبه تقدر ولكن غيدني نو. انا نقول واحد طاسب واحد وكال ياكل بعد فجاه يولي ما عنده حاجه في الماكله. الشهيه تفقد. هذه تقدر تكون بصح ما نشوفهاش بزاف. صح. خامي انا ندي لك في الاعراض تاع ناجي ولدي. اي درت تشخيص مباشر يا زهره. كنحط انت ولدي. انا نخمم نحط روحي في بلاصه الامهات اللي راهم يشوفوا. لكن الشيان تبان في الميزان. وزنوا ولادكم باش تعرفوا شحال يوزنوا. كم سيكون نهار نسقسيوكم نشكوا في حاجه لازم تعرفوا. اوكي اوكي. لازم توزنوهم. يقدر الطفل يزيد بالسكري؟ وي. اوكي. صرات ديجا. متى؟ صرات مرض اوتو ايمون. قلت لك كي يزيد يجي السكر. ماشي بالك الام تكون جاهزه بالك فيروس حمي. نو نو. بالك شان فيروس جوست قبل. الوغ الام اللي يجيها السكر سكري الحمل ولا المراه اللي عندها السكر وتحمل راهو متعرض يدير سكري نوع الثاني ويدير السمنه كي يكون صغير. اوكي. فوالا هادي يعني نشوفوا دي بيبي جيون اي تو. نستقبلوا مكالمة دكتور؟ بيان سور. تخي بيان. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا مرحبا بك. صباح الخير. مرحبا بك يا عائشة. زيدونا من فضلكم في صوت المكالمة من فضلكم. الو. نعم صباح الخير مرحبا بك. صباح النور. اهلا بك سيدتي. شكرا. عندي سؤال باك للدكتور. بنتي عندها 3 سنوات. رجعنا من الكونترول. زيدونا من فضلكم في صوت المكالمة. الو. رجعنا ايمان لو الكونترول يزيد لنا الصوت في الاستوديو لانه حتى نسمع المكالمة مليح ويسمعها الدكتور. يلا تفضلي سيداتي. السلام عليكم. ممتاز تفضلي. وعليك السلام تفضلي. ممكن سؤال الدكتور؟ طبعا اكيد تفضلي. دكتور صباح الخير. صباح الخير مدام تفضلي. عندي بنتي عندها حاليا 3 سنوات. الله يبارك. كي كان عندها عام ونص تعرضت لي الكريز تاع الخاله. واش تعرضت؟ كريز تاع الخاله. كريز تاع سخانه كونفيلسات. كونفيلسات نعم. كي ديتها للطبيب قال لي اكتمال سكري. قال لي اهتمام سكري قد يكون عندها. ودرتوا لها تعيارات؟ درنا لها مكاوش. خلاص. بصح حاليا عندها اعراض هذا اللي بتبان عليها.
عاودي ديري التعيارات، سكري التراكمي تاع 3 أشهر وسكري ونسبة السكر صايمة، عاودي ديريهم درك. تما احتمال يكون عندها بعض الأعراض هذه اللي نتبع فيك حاليا نسمع فيها. بالكش لازم لازم تحقوا بالتشخيص. معليش ما لازمش تبقاي هكا اختي من فضلك، ما لازمش حاجه مهمه، ما لازمش تبقاو في الشك. راني شاكا راني هكا، لازم نروح نعير سكري تراكمي تاع 3 أشهر وسكري نسبه السكر صايمه. ممتاز، ونقطع الشك باليقين من خلال هذا التشخيص. ان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. يومك طيب، يومك سعيد. شكرا. دكتور، اي اضافات ولا نصائح عامه تقدر توجهها لنا لختام الفقره؟ في النوعين الرياضه. الرياضه مناسبه. نعم، وبالك السكريات رانا تاني نمدوا لاولادنا في لي غوتي، ماشي هو لو غوتي اكزومبلير، يمكننا الحاجه اللي تاكد عليها انها تكون في لو غوتي ولا في لمجه الاطفال. كما بكري كنا ناكلوا فاكهه، شويه خبز بزيت زيتون وطماطيش. هادوك لي جو اللي نشروهم ايتو شيكولات. فاكهه كما قلت لكم النهار الاول، الفاكهه طبيعيه، الشجره ما تعطيش قرعه جو، تعطي فاكهه. هذا ما كان دونك فاكهه، شويه نشويات بالزيت وطماطيش والماء ومشوية مكسرات من ذاك. وينو الطفل هذا اللي ياكل طوماطيش في الخبز؟ انا نعودوهم خلاص، نعودوهم. هذه عادة، كي الطفل ما تعطيه والو تعطيه هذاك الشيء، خطره الاولى ما ياكلوش، خطره ثانيه ما ياكلوش، خطره ثالثه راح ياكلو. نعم. على خاطرش على باله بلي كون ما ياكلش راح يجوع ان شاء الله يا رب. يعطيك صحة دكتور، شكرا لك بزاف على هذه النصائح. نهار ثلاثة ان شاء الله المقبل يكون عندنا موضوع اخر دائما يكون من اختيارك. شكرا، يعطيك الصحة. راح نخونك ونروحوا لتشارك العريان. مليح 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 تشارك العريان. من اشياء خرج يمشي بزاف. لا ما حاش ناكل، راح نمد الوصمة. شكرا لك. نرجع للسيدة ليلى، تفضلي. نعم، نرجع للسيدة ليلى، نشوفك وين وصلتي. اهلا. بعد ما كملنا جينا قبل فيها لازم نخليوها ترتاح. لازم ترتاح باش نقدروا نخدموا بها، باش نعرفوا باش اللي ماشي ناقصه. كي نديروا لها هكا ما كانش تشققات. اوكي. هكذا راه تحقها. يعني ملسه. وكي تزيد ترتاح تولي شو الفرق بين هذه وهذه، هذه ارتاحت وهذه اللي خدمنا هذه. بيضه كي ترتاح تبيض. بس ترتاح تولي تعطيك طوع. شي هو المقت المثالي تاع الراحه تاعها. يعني فوق زوج سوايع. عفوا، فوق زوج سوايع. وهي من احسن فريجيدار. لانه نروحوا دوكا العقده، عندنا العقده هذه الجينه، عندها العقده ودوزنوها 30 حتى 35 غرام. مش جينا حبه، واحد اللي يحب كبيره اللي يحب صغيره. اوكي. عندنا العقده تاع عندنا 3 كيلات لوز وربع كيله سكر. سكر كريستاليزي. كريستاليزي. اها. وعندنا رشه فانيلا اختياريه ونضموها بالماء الزهر. داكوغ. ديروا 2 كيلات لوز. ثلاثة بكيلة سكر. كلش ثلاثة. سمعتك تهضر مع صلاح على لافاني. نعم. بالك لي نساء تاع زمان يعني نوجه لهم تحية كبيرة، بالك ما يحبوش لافاني. يحبوا مبشور الليمون، يحبوا مبشور التشينة، مبشور. اكزاكتومون، كنت حنقول لك يعني بالك مبشور الليمون تكون حاجة طبيعية. أحسن، اكزاكتومون، تخي تخي بيان. يعني هادو اضافات للنقطة. اضافات نعم. كاين بزاف دوكا لي زعما واحدة تقول لك بالك تحب فاني، يعني ما تقدرش تجبرها. ما تجبري حتى واحد، هذه أذواق. ديروا ربع كيلو سكر. اوكي. ما يجيش حلو بزاف. كان يهضر الطبيب دوكا على السكر. وي كنت نص رجعتيها ربع، حطيت الدرس. لافاني. كاين اللي يدير لها السمن لداخل باش تقعد لطريه. ولازم اللوز ما نحيوهش خشين بزاف. لانه اذا طبيناها بالماء الزهر نقعدوا غير نطموا، ما تنطملناش، تقعد تتفتت. نحولها غير بشويه. اوكي. نعجنوها باش هكاك ما تخدعناش، لازم نزيدوا لها لداخل. اوكي. ما درتش. طمت. دونك جوست كي تنطم نحبسو. تنطم نحبسو. نديرو لها شويه زياده، شويه زياده تخرج طريه. علاه؟ باش السكر لداخل يدوب. باش تقعد معسله.
فوالا دونك نشكلو حبيبه هكا باش نخليك من بعد برك في لافينيسيون. هاي اللي كنطبط هذه كي قبل ما يذوب السكر فيها راهي بيضه، كي يذوب السكر هاي اللي كيفاش تولي هذه بعد ما خليناها ارتاحت. نعاونك عم. اوكي اوكي ماشي يا باتسوسي. نعاودو نبدو لهم المقادير تاع هذه لو طاي نحلات 3 كيلات لوز 4 كيلا سكر هي لافاني وطبوها في المزهر. هايلي هاو السكر راهو دايب فيها. دونك تولي من بات ما كاش نقدروا تقعد لا طريه. ووقت الراحه تاع اللوز شحال يكون؟ كيف كيف كي تقعد كي بريباريو العجينه بريباريو معاها العقده تاعها باش تروبوزي تروبوزي وكيف كيف ونوزنوها من 12 غرام ماشي ناكلوا غير العجين ناكلوا اللوز الداخل داخل لازم شويه لازم ما يكلحوناش. هذه هي نديروا واحده مع بعضنا ونخليك تكمل لافينيسيون. تفضلي. بكري كانوا يديروا بكري كانوا يديروا بالطابع جالك العريان بالطابع داكور وثلاث ويخدموه ويحلوها بالماشينه. دركا رجعوا يديروا هذه الكويره يقسموها يوزنوها من 30 حتى 35 غرام كيما يحبوا يديروها هكا على شكل زربوط. اوكي دي تاني راح ندير المثلث حاجه هذه هي لا بلي براتيك داكور فيها هكا. وبكري كان لازم يبان هذوك شنو شفت على الجريوره كي ديري الجريوره. ديما نقول لهم كي نشوفكم هكا ديروا الحلويات ونقول العيد هذا ندير وحدي ومن بعد كي يوصل العيد ندير كوموند. قعدوا في شكل المثلث تاع زمان ما بدلوش. حنا هذيك القرصه تاع لا ليفور اللي درناها دوك كي يخرجوا هاد كي نلويوها هكا يخرج هذيك ما بين الطبقات تفتح باش العجينه طيب. شحال الكيله تاع الحشوه قلتي لي؟ من 10 حتى 15 غرام لازم يدير الانسان باش ياكل لوز باش ياكل غير العجينه. من 10 حتى 15 وهي من 30 حتى 35 لاباط. ايوا هكا الطرف باش ما يتحرقوش. خرج اللوز ما نخليوش الهواء يدخل دونك نزيروها شاك فوا ندوروها. اوكي نحكمو هنا هذا وهذا هكايا باش نخليه في الوسط بومبي واللوز يمشي يتناكى في الاطراف. ومن الافضل هذه الفتحه تقعد لتحت باش كي تطيب ما تفتحش ما تحلش هكايا. اوكي سي بو هذه هي حبة تاعك. دونك نقول لك بون كوراج نخليك تكمل لافينيسيون تاعك ونعاود نجي عندك من بعد. مرحبا بك. يعيشك. نعاود نرجع لزميلي صالح الكلمه تفضل. شكرا زهرة. إذا اكتشفنا المرحلة الثانية مع المختصة في الحلويات السيدة ليلى رباحي اللي حاضر معنا في الورشة. عاودنا نرجعوا للصالون وين راح نستقبلوا الدكتور المختص في أمراض العقلية الدكتور اللي تعودتوا عليه ولا شفتوه في المرة اللي فاتت وقلت بالمواضيع اللي راح نتناولوها معاه تهمنا ومن المفيد جدا انه نتكلموا عليها في كل اسبوع. فيحضر معنا اليوم الدكتور عبد الحق كرامشه. مرحبا بك صباح الخير. سلام صباح الخير. السلام عليكم. الحمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. سعيد بتواجدي معكم مره ثانيه. ان شاء الله نكونوا قدموا الاضافه للمشاهدين ان شاء الله ونكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. شكرا لك. اذا دكتور اليوم اخترنا موضوع الانفصام في الشخصيه ولا لا سكيزوفريني. هي يعني احنا هكا كي نشوفوا واحد هكا ونتقلقوا منه نقولوا هذا سيغ عنده انفصام في الشخصيه. الوغ كو ما على بالناش كاسكو سي انفصام في الشخصيه هو مشكل عقلي حقيقه اللي يطلب طبيب امراض عقليه. نعم بالطبع. اولا انفصام الشخصيه او فصام الشخصيه او الفصام بشكل تعبيري هذا المرض من اكثر الامراض الشائعه في الامراض العقليه. يعني تقريبا بنسبة 1% من جميع أفراد المجتمع. يقولوا أنه 24 مليون شخص في العالم مصاب تقريباً. نعم تقريباً. واو. هو من كبيرة. صح. كاين أكبر منه. هو الاكتئاب بالطبع. أكيد أكيد. هو أكثر أمراض. ولكن انفصام الشخصية هو من الأمراض الشائعة في الأمراض العقلية. واحد من الأمراض الشائعة. الانفصام الشخصية
المفهوم الخاطئ عند الناس باش نصحوه بالطبع هو انه يقول لك عنده شخصيتين. عنده شخصيه الف وشخصيه باء، ساعات يكون هاك ساعات يكون مزاج متقلب لوناتيك. لا لا هو خطا، هو انفصام الشخصيه، هو تفكك الشخصيه هذه، تفكك الشخص يعني تتفكك افكاره عن مشاعره عن سلوكاته. يعني عندنا الافكار عندنا المشاعر وعندنا السلوكات، هذو في ثلاثه يتفكوا، يعني ما يكونش عنده تفكير سليم وما يكونش عنده احاسيس سليمه، يقدر يفقد احاسيسه، والسلوكات تكون سلوكات بالطبع غير عاديه. آه يعني هذا هو انفصام مثلا نشيد شخصية غير عادي مثلا عنده نقدر نقولوا يبدا بسلوكات بار اكزومبل الانعزال، يكون هذا الانسان شخص عادي اجتماعي يضحك ويقصر وعادي ما كان حتى مشكل، فجاه هذا الشخص ينسحب من المجتمع ويصبح معزول، ما يخرجش من داره، ما يخرجش من شنبرته، ما يهدرش مع اصحابه اللي كان يهدر معاهم، ما يهدرش مع اهله اللي كان يهدر معاهم، ما يهدرش مع الناس اللي كان موالف يحكي معاهم. هنا يرجع سلوك غريب. هذا الشخص عنده سلوك نوعا ما. يعني ماشي طبايع اللي موالفين بهم. نعم. يعني ماشي طبايع تاعو اللي موالفين بهم. ماشي طبايع اللي موالفين بهم، ايوه، يكون انقطاع ما بين الحياة السابقة وهذا السلوك الجديد اللي تبناه والله اصبح عنده. بالطبع كاين اشخاص منعزلين من حياتهم كامل، هذيك هي طبيعتهم، هذيك هي طبيعتهم، احنا ماناش نهضروا على هذوك، هذوك الطبيعه تاعهم هي اللي تكون هكذاك. اما الشخص اللي يكون اجتماعي ويضحك ويضحك وعادي وما كان حتى مشكل، في هذه الحاله يصبح هذا الشخص غير عادي، يعني السلوك تاعو غير عادي. ممكن نقولوا في المشاعر يصبح ما عندوش الشغف، ما عندوش، يفقد الرغبه، يفقد البنة هذيك في الحياه، يفقد المشاعر هذوك تاع الفرح تاع الحزن تاع، يعني تقدر تلقايه مكتئب في فرح والعكس، يقدر يكون فرحان في حزن، يعني ما كانش تناسق مع الاحداث. ايوه، بين الاحداث وبين المشاعر اللي يبديها هذا الشخص. التفاصيل تاع وجهه تتبدل، يعني يقدر يكون عنده انفاسياس في جي، يعني تعابير تاع وجهه يضحك ولا حزنان ولا نفسه. لا بالعكس، ما يبينش ما يبينوا البوكر فيس. بوكر فيس اكزاكتومون، هذه هي البوكر فيس تلقاه عند الاشخاص المصابين بالانفصام الشخصيه. ايضا الكلام تاعو، الكلام تاعو يقدر يتكلم بكلام غير مفهوم، يقدر يتكلم بكلام جديد خاص به هو، يقدر يقول لك كلام ما تفهموش اصلا، ما عنده حتى علاقة بالحقيقة وما عنده حتى علاقة بالواقع. أما الأعراض اللي تصاحب هذا المرض هي عادة في أغلب الأحيان تكون أوهام. الأوهام هما ليديليير، يتخايل. يتخايل، أيوة يتخايل، نقدر نقول لك يتخايل نفسه مثلا رسول، يقدر يتخايل نفسه، نعم يقدر يتخايل نفسه حاجة، يقول لك أنا نتكلم مع الإله، يقول لك هو الشائع اليوم هو كاين اللي يتخيل نفسه المهدي المنتظر ويبدا يقول انا ويخرج في الفيديوهات. سبحان الله، صحيح جدا، سبحان الله، هذا انفصام شخصيه. وهذا تنطلق من مفاهيم صحيحه اصلا، لو بوستيل يعني يكون فري، يعني يكون كاين، لانه احنا عندنا خاصه في المجتمع تاعنا وفي الدين تاعنا انه نامنوا باللي كاين المهدي المنتظر، اكيد يجي زمان وفي نعم. كاين نقدر نقول لك يقول لك راني مسحور. راني مسؤول لانه السحر شائع عندنا في المجتمع. بالحديث عن السحر، اطباء الامراض العقليه ما يمنوش بيمكن الشعوذه والتحدث مع الجن. شوفي، من الافضل ما نطرقوش لهذا الحديث لانه هذا الحديث فيه جدال كبير، موضوع حساس جدا. كاين اللي امنوا به وكاين اللي ما يامنوش به. احنا نكونوا موضوعيين كاطباء، نكونوا كاطباء نامنوا بالعلم. في العلم عندنا هذا المرض عنده أسباب عديدة تخلينا يكون عنده هذا المرض. أما الأسباب الأخرى ما وراء الطبيعة، منها السحر، منها الجن، منها أمور واحدة أخرى تاع الشعوذة وتاع اسمه، هذه احنا ماشي ما نأمنوش بها ولكن نحطوها على جنب. نعم، نخليوها. احنا نأمنوا بالعلم،
لما العلم يقول لك عنده كذا 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 كذا، عنده هذا الاعراض هذا الاعراض، هذا الانسان شخص عنده انفصام شخصي. يعني كيف يفيدش فيه الدواء؟ يمكن ممكن لانه في بعض، في اغلب الاحيان نعم. الناس ما يروحوش ما يتجهوش للطبيب، يتجهوا اولا بشر الموضوع تاع الرقيه، يديوه للامام، يديوه للراقي، يديوه. انا مانيش ضد هذا الشيء، وحنا ومام جميع الاطباء ما همش ضد هذا الشيء، ولكن لما نكونوا بموضوع نهضروا بموضوعيه نتجهوا للطبيب علميا، يعني يعطيك الدواء. حبيت تدير معاه حصه تاع رقيه ولا دير له تدير له حجامه ولا ما كان حتى اشكال، هي ليسونسيال المريض يكون مرتاح. مرتاح هذا اوكي. نرجعوا للعلامات والاعراض تاع الانسان مصاب بانفصام شخصيه، تكلمت على التخيلات نعم. يتخايل والانعزال ايه حاجات اخرى الهلاوس الهلاوس الهلوسينيشن ليزالوسيناسيون هما اي حاجه تتعلق بالاحاسيس اللي هما خمسه السمع الشم البصر الحس يعني الحواس الخمس الحواس الخمس ايوه okay. نعم اي حاجه تتعلق بهذا الشيء ممكن يسمع اصوات غير حقيقيه غير موجوده يعني يسمعها غير هو في نفسه وهذا الاكثر شائعه شيوعا اوكي okay. اكثر حاجه شائعه ممكن يشوف حوايج ما كانش ويشوفهم غير هو هذا ايضا اقل شيوعا من الاصوات ممكن يشم حاجات أكرمكم الله حاجة مش منيحة ولا يشمها غير هو ممكن يتذوق يقول لك عندي ذوق تاع حاجة تاع دم تاع أي حاجة حشك مش منيحة يحس بها وممكن أيضا يحس يقول لك راني نحس بحاجة تمشي فيها ولا حاجة صحيح. تكون في الجسم تاعه ولا أي حاجة غريبة في الإحساس تاع الشعور يعني هذوما الهلاوس يعني خمسة أما السلوكات الغريبة اللي يتخذها كما قلت لك ممكن الانعزال وممكن أيضا سلوكات تقدر تكون عدوانية أيضا ممكن الأصوات اللي يسمعهم يقدروا يكونوا يعطيوا له أوامر أها نفذ هذه دير هذه آه. نفذ هذه دير هذه هرفد هذه ما تحطش هذه وممكن الأصوات هذه أيضا تنتقده يعني تقول له انت ماكش مليح انت عيب انت لانه في هذه الحالات اللي يشوفوا الناس هذوك يعني مساكن المرضى الله يعافينا ويعافيكم هذوك يكون يهضر وحده علاه لانه يهضر مع الاصوات اللي راهو يسمع فيها الصوت الداخلي اللي راهو يسمع فيها يمكن يعطيه نعم نعم اللي عنده اختلالات في العقل تاعو اللي تخليه يسمع هذه الاصوات ويتجاوب معاهم ويتفاعل معاهم ممكن في الاول لما يبدا يسمع هذه الاصوات ممكن يتجاهلهم ممكن يقلقوه شويه ممكن هذو الحاجه يخوفوه يقولوا له باريكزوم ما تروحش للطبيب ما تديرش هذه ما تديرش هذه الانسان هذا تلقاه ينعزل يعني يقعد يسمع غير على هذيك ينقطع شويه ومن جاوا هذو الاصوات منين جاوا هذو الاصوات لانه ارتفاع ماده الدوبامين في العقل هي اللي تخلي هذو الاعراض يبانوا والدواء يعني اللي نعطيوه له هو دواء ينقص نسبه الدوبامين في العقل في مناطق معينه من العقل ماشي كامل لانه هذه الحاجات تفقد له الادراك تفقد له الاحساس وتفقد له الرغبه وتفقد له الشعور وتفقد له حوايج كبيره لانه في هذه يولي الانسان هذا سكيزوفرين بعد أيوه. ما عرفنا الاعراض صلاح اذا تسمح لي طبعاً اكيد وموضوع مهم هل الانفصام في الشخصيه ولا السكيزوفريني تكتسب ولا نخلق بها ولا كيفاش ما هو السبب اللي يمكن انه يوصل الشخص انه يمرض؟ سؤال مهم جدا هذا المرض شوف يقدر اي واحد يصاب به بعيد الشر يعني هذه لما يتجمعوا عده اسباب مع بعض وممكن تجمع هذوك الاسباب بالذات وما يكونش هذا المرض يعني احنا نهضروا نقولوا اول حاجه هي الاستعداد الجيني لا بريديسبوزيسيون جينيتيك يعني هذا الانسان هذا المرض وراثي ايضا يقدر يتوارث مي ماشي لازم ماشي شرط ماشي شرط يكون بصح عنده نسبه من الوراثه هذه الحاجه ما نقدروش نتجاهلوها الثاني حاجه هي الضغوطات النفسيه والمشاكل تاع الحياه اليوميه والامور اللي تخليه يتقلق ولا تخليه يضطرب ولا تخليه هذه الحاجات سواء النكسات سواء الفشل سواء الانعزال الاجتماعي سواء هذه الحاجات
لما يكون عندنا استعداد جيني استعداد وراثي ويكون عندنا تفاصيل تاع الحياه تاعو شويه مشاكل وايضا تكون عندنا اون فيلنيرابيليتي يعني تكون عندنا ضعف في الاكتساب الذاتي تاعو هذا الظروف لما تجتمع تخلي هذا المرض يظهر أيوة. ولكن ماشي شرط دائما ما نقولوش ماشي شرط انه نقدروا نلقاو ناس عندهم هذو المشاكل في ثلاثه بصح المرض هذا ما يخرج. دكتور كرم شاه هل العمر معيار في هذه الحاله لانه نقدروا نشوفوا اطفال صغار مصابين بانفصام الشخصيه ولا لا حتى يجيه سرطاناج؟ هي اغلب الاحيان تبدا من سن تقريبا 14 15 سنه وراها قوطة. حتى 30 40ات لاحظنا مؤخرا في هذه الاعوام الاخيره ارتفاع تقريب نسبي لهذا العمر. يعني كانوا بكري صغار شويه 14 15 سنه تبدا بعد سن المراهقه حتى لاج ادولت يعني العمر تاع الكبر واكتساب الشخصيه. كاين امور ثانيه تقدر تظهر هذا المرض بعد سن ال 50 ممكن ولكن حاله اقل ولكن اغلب الاحيان يكون المرض تقريبا ما بين سن 14 15 سنه حتى سن 30 سنه. يبرى منها الانسان يتعافى منها؟ يبرى كاين نسبه كبيره لهذه الناس اللي يجهلوه انه هذا المرض يشفى عادي يعني يشفى نسبه الشفاء تقريبا 30% نسبه الشفاء كلي يعني هذا الشخص خلاص برا نسبة تقريبا 35 الى 40% تكون هذه النسبة يعني يكون لازمت له دواء طيب يعيش عادي ويخدم بالطبع كاين ما اطباء كاين ما مهندسين كاين ما مدراء كاين سيديسكي يعني عندهم هذا المرض عندهم انفراد انفصام الشخصية ويتبعوا الدواء تاعهم عادي ما كان حتى مشكل يكمل حياته ويبرا وما كان حتى مشكل ويتزوج ويدير دار ويقرا ويخدم ويجيب ديبلوم ما كان حتى اشكال. هذا الناس اللي لازم تفهموا لانه ماهوش مرض اما النسبه المتبقيه تقريبا 25 الى 30% هذو يكون عندهم المرض مزمن جدا وشويه صعيب يعني شويه صعيب. هذو جينيرالمون حالات يستدعيوا الاستشفاء في المصحات ولا في المستشفيات المتخصصه لذلك. ممتاز يعطيك الصحه دكتور شكرا. الله يسلمك الله يسلمك. ما شاء الله يعني معلومات ملهمه واختصاص جديد في البرنامج تاعنا الله يسلمك حتى احنا رانا نستفادوا مع المشاهدين. مرحبا يعطيك الصحه شكرا لك. ان شاء الله تكونوا قدمنا الافاده ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك الاسبوع القادم مع موضوع اخر يكون من اختيارك دائما. الله يسلمك شكرا. الله يسلمك بارك الله فيك. شكرا لك الصحه دكتور. الله يسلمك. نعاودوا نرجعوا لمواضيعنا المتبقيه في برنامج صباح الشروق. الجمال عنده مكانه كبيره صح والجمال عنده كذلك مكان خاص في صباح الشروق اللي راح تنقل له زهره تفضلي. اكيد نعم نروح نشوف معكم مشاهدينا الكرام فقره كوني اجمل اللي راح اليوم تكون بامضاء اميره بن سعيد مختصه في التجميل. اهلا بك اميره. مرحبا صافا لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. عاودنا تلاقينا. عاودنا تلاقينا اكزاكتومون. اهلا وسهلا. واش حاط طيب؟ واش حاط طيب؟ واش حاط طيب؟ غلط حاط طيب. مجهز مخلوقه. واش حاط طيب؟ واش لاحظت باسكو كنت مع الطبخ الطبخ دونك. معليش واش عليك؟ درنا اليوم. بون اليوم رانا عندنا موضوع الفون دو تان. اوكي لا باز. يعطيك الصحة. الفون دو تان كيفاش نابليكيوها فوالا كيفاش الفون دو تان تشد لنا زعما طول لا جورني كيفاش يبقى الفون دو تان تاعنا نقي ما يبقاوش فيه تقشور ما يبقاوش أكي عارفة في فهمتني واش حبيت نقول لك. المهم راح نبداو نقدر نبدا تفضلي بيان سيغ الكاميرا مقابلة تبك قبل باش نربحوا شوية وقت كنت جهزت البشرة درت الموديل تاعنا بيان سيغ دارت لاكسان ايدغاتون دارت لي سوان وفي لي سوان جوغ ما نروحوش نكثروا بزاف انا جوست تغسلي وجهك بالغسول تاعك الخاص تزيدي تقشير داكوغ اقل شيء قهوه تلوه تاع القهوه بزيت زيتون نقشروه كل يوم نو دو فوا باغ سيمين دو فوا باغ سيمين وزيدي نلعبلها في تاع وزيدي وزيدي لا كريم ايدغاتون سي اوبليغاتوار سورتو دوكا في البرد باش الفون دو تان تدخل تري تري بيان في لافو ومن بعد بيان سور نديرو لاباس تاعنا راني دايرتهم هادو الافونس باسكو يشدو شويه وقت ومن بعد نروحو نسبقو اذا كانت عندنا البشره تاعنا فيها بزاف عيوب نسيو كيفاش نغطو العيوب باغ اكزومبل نروحو لليسار هنا دوك الموديل تاعنا ما فيهاش حبوب ولا ما عندهاش لازم بيرفكت فوالا تما نسحقوا غير هذا البرتقالي البرتقالي واش خدمتو
جوغ لو كان يكونوا لي سان فونسي ونديروا فوقهم جوغ اونتي سان كلير ما يتغطاوش. ما يتغطاوش كي تاعي. فوالا. تسمى لازم نديروا طبقه فوق طبقه باش تكون عندنا. داكوغ دونك الاحمر هو لي سان فونسي. برتقالي. ايه باردون البرتقالي هو اللي خاص للحالات يعطيك الصحة. نص طونبيوه. داكوغ. ابخي ندوزو الفون دو تان، الفون دو تان بيان سور نخيرو على لون لون البشرة. باغ اكزومبل الموديل تاعنا نقدروا دوكا هذه راهي فاتحة شوية عليها، نديرو ميلونج. يعني دير الفونسي والكلاغ؟ وي بيان سور، باش تعطينا على لا كولوغ اللي على حسب لون البشرة، ما نقدروش نديروها كلاغ بزاف بيان سور، ما نقدروش. ونحطو فوق فوق كامل الوجه. اوكي. بزاف تفضلي نسيو الماكسيموم ما نكثروش الفون دو تان، ماشي حبي يقول كي نكثروا الفون دو تان معناتها تغطي لنا اكثر. اذا الفون دو تان هي كانت فول كفرج معناتها هي تكون تخبي، اذا ما كانش تخبي معناتها ماشي تروح تزيد ديري كيلو باش تخبي يعني باش نزيدو. يعطيك الصحه. وباش نروح نابليكي الفون دو تان تاعنا لازم بيوتي بلندر بيان سور، ونشمخوها سوا بالماء سوا بالفيكساتور بيان سور. بلاك يستحب الفيكساتور تعاونك اكثر. فوالا انا مانيش حابه نطيح عليهم بزاف بالصوالح باش اللي تقدر في الدار في العسان تقدر تماكي. اوكي. تسمى الفيكساتور هو سي فغي يساعدك خير باش يكون باش يشد لك الفتره اطول. اطول. هذو قال المراحل انا نديروهم باش الفون دو تان يشد لك فتره اطول، سيرتو في الصيف وكلش، اكيد عارفي العراس مع الميديتي وكلش. دونك اميره الكونتورينغ انت ما درتيش، دونك ديروا ابخي كاين بزاف يديروا سوغ لابو ومن بعد يابليكي. شوفي هو الماكياج ديجا راهو كل واحد ولاتوش تاعو. يعطيك الصحه. ما نقدرش نجي نقول لك بالسيف يندر هكا ولا ما يندرش هكا تسمع فوق، وما نقدرش نقول لك طريقتي فوق، كل واحده عندها الطريقه تاعها. طريقتك انك ابخي ما دير الفوندو تاعك. انا نخدم العينين وبعد نهبط للبشره. اوكي. هكا باش تاخذ وقتك يمكن اكثر. فوالا. ابخي ندوزو الكونتورينغ موضوعنا تاع نهار اليوم. داكوغ. ندوزو الكونتورينغ، الكونتورينغ دوكا راكم تشوفوا في البشره ما راهي فيها حتى حاجه، دائما نروحو نبرزو الكونتورينغ هو واش لو خدمتو، نبرزو ملامح الوجه، واش عندنا اللي يبان في الوجه؟ عندنا الجبهه، عندنا الخدود. الخدود الخدود بيان سور. الخدود شوفي اذا كان عندك بزاف خدود ديري غير هنا وحبسي. وريلي انا عندي بزاف شو كونسيرني. بيان سور. هاي لك جوزي هنا بزاف عليك. واللي ما عندهاش قولوا كيما راني. يعطيك الصحه. هنا ما ستومبيتوش مليح. عم بالك اميره اذا توافقيني راي شائعه بزاف طاهره انه ما يستومبيوش الكونتورينغ وسي موش يعني. سي موش بمعنى يعني انه بالك يمكن يشوفوا فينا بنات ولا دير كونتورينغ بصح ما تستومبيش كيبان الكونتورينغ سي موش. هي كاع اصلا كونتورينغ اساسو في كي تستومبي لو كان تحطيه تولي تباني بلاكا معه. اكزاكتومون. يعطيك الصحه. تسمى انتم انسيستيو على كي استومبيوه مليح. اوكي. انا دوكا راني درت هذا الكريمو ومن بعد نزيد نفيكسيه بالبودر. لا بودر اللي تكون فوق الكونتورينغ اسك هي نفسها اللي تكون على البشره الاخرى. بمعنى ما فهمتش. مثلا دوك انت كي رسمتي الكونتورينغ هنا وهنا سي لا ميم بودر اللي ديرها على كامل الوجه. هي هي. اوكي. برك نخيروا اللون اذا كانت الموديل ولا الزبونه البشره تاعها بزاف بيضاء نسيو نخيروا لون ما يكونش فرونسي بزاف، واذا كانت شويه سمراء نقدروا نخيروا احنا نتحكموا دو فاسون. داكوغ. نسينا نقطه مهمه الانف. الانف. نعم كان بزاف عندهم مشاكل في الانف. الانف نقلا بما انه الموديل تاعك نهضروا على الانف تاع الموديل تاعك. اه نديروا على حسب النيفه هي بيان سور. دوكا نديروا خط من وخط من هي طريقه سهله وشوفي انا نشوف الغطوط. دائما ديروا خط من وخط من ولازم تغلقوه منه، لو كان ما تغلقوش منه يولي نيفك بزاف طويل. تما لازم نعرفوا. انا كملنا هذه اخر مرحله. فوالا. نعم. ابخي نفيكسيوه كيما قلنا بالبودغ. فوالا هي اخر محطه في المكياج. اها
اوكي درنا في الفك السفلي باش وجهك يبان. كيف يديروا هذيك العفسه هنا؟ اه على حسب الوجه، اذا كانت عندك هنا زيدي حدديها. اوكي ودوكا نجوزو الفراجو، الفراجو رامي يديروا واحد الطريقه خاطئه ولا صحيحه؟ لا لا جديده اصلا في المكياج، كي تشوفي مؤخرا كل خطره راهي تخرج اسيس جديده. هي الهدف تاع حاجه باش يطلعوا الوجه، ثم نديروا هنا ونطلعوه شويه ليسا. دايكو فوالا توجو اون استامب، هي الصح في الدمج. يعطيكم الصحه اكيد عارفي. ولا قولي لي تلمو جازو بزاف خلاص حطي قبل ما يكون بارتيست كيف تخطر. الصح كاع في الدمج دوكا كي دمجناه سي بون كيما راكي تلاحظي ديجا راه وجهها ويبان طالع. فوالا دوكا باش نكملوا نحددوا الوجه نروحوا ليسان بيان سور. داكو نحطوا البودره الحره، البودره الحره سينا لونتيسان. آه نسيتي تخيل تلمو دمجتي كلش ودرتي يعني. اه اه نسيت لونتيسان، مي سي با غاف نورمال ما تغطيش هذه خدمه هذه عادي جدا. كون مازال ما درتيش لابودغ دونك يعطيك الصحه، مادام مازلنا غير في العفسه الكريميه دونك نقدروا. نحبوكم كي تغلطوا وترقعوا، بس حنا انا كي نغلطوا ما نعرفوش نرقعوا الغلطات. لا لا عادي، شوفي المكياج عامليه بسلاسه، ماشي زعما لازم هذه ولازم هذه. اوكي نديرو هذه الطريقه، نديرو شويه من وشويه من كيف كيف باش يسحب لنا وجهنا. اوكي تولي تباني دايره عمليه تشد الوجه بلا عمليه. بلا عمليه تري بيان. ونروحو نفيكسوه بالبودره الحره. دونك هذه ترانسبارونت نوتر يعني فوالا تجي على جميع انواع البشره وزيد اون بليس تكاشي لنا مليح لاسع وتفيكسي لنا بوكو ميو. تخي بيان نخليك تكمل ونعاود نرجع للنهائي. كملتي تقدر تقولي كملت دونك عندك ميم با اون مينوت وتكمل. اه على بالي هي اللي ضيق الوقت راني نسيت نختصر الماكسيموم ونسيت نوصل معلومة. مع المخرج تاعنا راجل ما يفهمش ميك اب. بيان سور دوكا ندوزو اخر مرحلة هي اللي نحبوها كاع نسا اللي هي الهايلايتر. شوفوا اللي درنا البودغ دوكا اللي درناه المرحلة ما قبل الأخيرة درنا هذيك لابودغ باش تطفي الوجه باش تنحي هذيك الكريمي باش وجهك ما يوليش يبان بزاف في ثلاثة. تخي بيان وهاد لابودغ دوكا الهايلايتر درناه باش يعاود يضوي الوجه. هايليك شويه في الانف وشويه في الخدود. اوكي ونختمها بالغوج على هكا. الكلاص ثانية او اخر راهو اخر. اه اهي انا نستحسن ندير غير هذا. كلوك نهائي وهاوليكم لوك نهائي. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. دونك نعاود نذكر بالاسم تاعك، كنت معنا أميرة بن سعيد. أميرة بن سعيد مختصة في التجميل، يعطيك الصحة. يعيشك. ديجا الماكالي بال وزدتي جملتيها أكثر وأكثر، يعطيك الصحة. شكرا لك، نتمنى لك كل توفيق. الكلمة الأخيرة تفضلي. نشكر مي باغون بيان سور عليهم وصلوني لهنا، نشكرهم بزاف بزاف، وهذا الضمان أنا نموت عليه. نموت عليه، ومن بكري نشوف روحي نوصل لهذه النقطة والحمد لله. الحمد لله إن شاء الله توصل مكتب. إن شاء الله. إن شاء الله نشوفوك في العالم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا لك، يعطيك الصحة. نعم. نعاود نرجع عند زميلي صلاح باش نتناولوا مع بعضنا الموضوع التفاعلي تاع نهار اليوم. صلاح تفضل. طبعا هو موضوع اللي كنا اقترحناه للمشاهدين في بداية العدد وكنا تكلمنا عليه طوال الأسبوع اللي فات، ولكن أعجب المشاهدين وأعجب المتابعين ديالنا من خلال رسائلهم من خلال الاتصالات ديالهم. فخلينا نشوفوا الآن الشارع الجزائري وش رأيه في موضوعنا لنهار اليوم. هل تعتبر نفسك راض عن تربية أولادك؟ في ميكروفون وفاء دروازي. يلا. بيان سور انا ام ناجحه في تربيه الاولاد، يختصر باسكو يقراو، التربيه تاعهم ما شاء الله مفتخره بهم. فوالا قومي بيان سور راهو الكبير عندي تاع 18 اون فلا 15 اون مليك بيبي صغيور. تربيتنا احسن تربيه من المجتمع خسر هذه التربيه، امي ما عندهاش ذنب والمستوى هو المذنب في كلش. لا 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 الحمد لله يا ربي.
احنا كاع في الوقت يقسموا الوقت اللي انا كنت فيه هنايا ماشي الاب يحدك تخاف حتى من جارك تحشم منه لليومين هذا كاينه ما كان حتى واحد وصلنا وما كان حتى واحد وصلنا اهم حاجه لي نعتبرها القرايه تاعهم والتربيه تاعهم هذا هو صالات بايمه صالات لا لا بكري كانت الحرمه كانت الحرمه واحترامات الناس تحترم بعضها بعض والناس تخاف من بعضها بعض ما تقدرش انا واحد من الناس كان بكري كيقول لي خبر باباك نبات برا ماشي خاف من جاري خاف منك يسموه كاش ما يبني في الدار ولا رصد هذا الاراء فيما يخص موضوعنا لنا اليوم ذكركم ان الموضوع مازال مفتوح على اتصالاتكم ورسائلكم اللي استقبلوها عبر الارقام المعروفه والظاهره امامكم. اكيد مشاهدينا الكرام مرحبا بمختلف ارائكم، كان هذا رئيس الشارع الجزائري فكل واحد عنده معايير محدده انه يحدد بها يمكن صحة التربية تاعو ولا يوزن بها ولا يقيم بها تربية أبنائه. طبعا وهذا ندعوكم من خلاله أنكم تشاركوا معنا في هذا الموضوع، اتصلوا بنا كتفوا اتصالاتكم كتفوا رسائلكم حتى نعرفوا رأيكم فيما يخص هذا الموضوع نعاود نذكركم به اللي هو هل تعتبر نفسك ولا هل تعتبر نفسك نعم راض عن تربية أبنائك؟ عاودوا نعم. نرجعوا زهرة. نعاودوا نرجعوا للورشة صلاح لصناعة الحلويات. ونروح نشوف سيدة ليلى ولا سيدة هودة عفوا وين وصلت في صناعة التشير اليوم راني بزاف ندور في الاستوديو ميكروفون فقط معك يلا اوكي نعم هذا هو المباشر طاحلي الميكرو راه غالب نعم تفضلي الحبات تاع التشارك تاعنا خليناهم يريحوا شويه نعم. باش يشدوا لا فورم تاعهم درنا لهم صفار البيض وربطناهم في اللوز دكتور. اللوز يكون خشين شويه خشين على تليل داخل فوالا يعطيك الصحه هذاك هو ونخليهم ندخلوهم يطيبوا وشنو عندنا في حلوة في الحلويات التقليديه نشوفوهم حمارو ما نخليهمش يطيبوا بزاف لداخل قسم يدوا الحموريه برك لانه العقدات تيبس لداخل حنقصها لهم برك ما تخافش لا لا فوالا مانيفيك ها شوف قاسمو باش نشهيك وديروا في عرسك دونك من الداخل انا نشوفه وي سي اوموجين يعني تبان الحشوه الحشيه كبيره وتشوفي الطبقات ويجي خفيف هالشيء خفيف اوكي شكرا لك يعطيك الصحه تفضلي معايا للصالون هكا باش نحضروا يمكن تفضلي تفضلي فارغه تفضلوا رايح ليامك نعم ابقى تبسي واحد اخر نروح نجيبه انا ثاني تفضلي يا سيده ليلى هنا هنا برك فوالا اوكي تبسي واحد اخر نروح نجيبه تفضلي يزيد فضلك قعد في الوسط فوالا نعم حبيتك تحكي لي فقط كيفاش دخلتي لهذا المجال شكون عاونك شكون داعمك في مجالك تقدمك هذا زهره وي ماذا بك قالت لي ماذا بك هي الاساس كي تخرجي من البيت يعني المدرسة الأولى هي الوالدة الأم نعم طيب تخدمي تتعلمي عليها ومن بعدها تبالي تبداي تطوري في الفكرة تاعك صح أوكي. وربما لأنه الدعم العائلي مهم جدا في هكذا مشاريع لما تكون عندك ما باليش أنا كوموند ولا طلبية كبيرة يعاونوك في الدار يساعدوك بنتي بنتي تعاوني بنتي والأم تاعي اوكي كانت تعاوني نقول لك اليوم وجه كلمه للناس اللي راهم يعاونوا فيك في هذا المجال الحاجه الاولى العائله تاعي العائله الكبيره والعائله الصغيره يعني العائله الكبيره والزوج تاعي الزوج تاعي والاخت وبنتي ثاني اولادي هذا هو كاع الدعم يعتبر دعم وحافز يعني كي يجي يقول لك اخوك خدمي وتي توي كابابل وديري وديري هذا دعم هذا تحفيز هدايا الزوج تاعك ما يوفر لك كاع الشروط ما يخليلكش مجال اللي زعما باش تضايق عليك الظروف تكون مهيئه كل شيء مهيئ هذا يعتبر تحفيزات كاع باش تروحي تحبي تكون عندك المجال تاعك يعطيك الصحه نعم جميل جدا يمكن بالحديث عن بنتك بالك بانه انا عندي غير الاولاد فبزاف يقولوا انه البنت هي يمكن صديقه وهي حبيتك انت تحكي لي على مكانه بنتك في حياتك خاصه
عندي ثلاثة خوتها دراري. داكا. صح طفلة وحدها، طفلة حنينة ليماها، طفلة حبيبة أختي. تعلمت منك شوية كي تقولي تعاونك في هذا الشيء، تعلمت منك شوية؟ هي تحب ولا أنت جبتيها؟ مع كاملي كانت شغل تحب تشوف هكذا، تروح لعند الأم تاعي تتعلم هذوك الحاجات التقليدية العجين. شفتي. وأنا هي تحب تخدم معايا الحلوى تكل عليها. ربي يحفظها إن شاء الله. ربي يحفظها. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله ويخليها لك. إن شاء الله. إن شاء الله. يمكن نخلي لك كلمة أخيرة بمناسبة المرور تاعك معنا اليوم. يعني مرور جد مشرف ومتشرفة يعني بهذا. شكرا. هذا الاستدعاء تاعكم. والكلمة الأخيرة أني نتمنى إن شاء الله لكل واحد عنده حاجة يحققها. إن شاء الله. نعم. تتحقق له مع الوقت. وإحنا نتمنى لك كل الأشياء الجميلة في حياتك إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا رب. مرحبا بكم. ونتمنى لك عيد ميلاد سعيد. السيدة ليلى بنتي. نعم. وهذه صديقتها يعني كختها. ما شاء الله. تفضلي. السلام عليكم. مرحبا. بكيتيها. الميكروفون فقط. مفاجأة هذه. واش حكيتها؟ مع العلم انك انت اللي راسلتي البرنامج باش امك تجوز معانا، يعني حنا ما نعرفوهمش، يعني نشوفوا بلي برنامجنا مفتوح لكامل الناس. راسلتينا باش دير المفاجأة هذه لامك وتثمن مجهوداتها، فتفضلي. أنا جيت باش نفرحها. يا عيسى. ميكروفون فقط. تفضلي. باش نفرحها و. واش حبيتي تقول اليوم لماماك بمناسبة عيد ميلادها؟ والله عيد ميلاد سعيد وربي يخليك لينا وتكون دايما معانا. إن شاء الله يا رب ربي يخليها لك. سيداتي ما كنتيش تنظري فيها. حبينا ندخلوا هذه الفرحة البسيطة على طريقتنا لقلوب الجزائريين. ربي يحفظك إن شاء الله، ونتمنى عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحب بعيد ميلادها اليوم. فاصل قصير وراجعين بعده، تفضلوا. مسرحية البونكي للمسرح الوطني، وحاضرين معنا ممثلين اللي راح يهضرونا على المسرحية هذه، هكا باش يشوقوكم أكثر وتكونوا في بزاف اليوم في المسرح. طبعا اليوم راح يكون العرض الشرفي والعرض الأول والعرض داخل المسابقة لمسرحية البونكي، تعودتوا عليه في ولا شفتوه في موسم اللي فات على البطحة، حبيتوا الدور تاعو، حبيتوا التألق ديالو، واحد نجوم هذا العرض المسرحي اللي راح يكون أمسية اليوم، الممثل المسرحي ربيع جاود. أهلا بك، لاباس؟ الحمد لله. منورنا. الحمد لله. مرحبا. الله يبارك فيك. اهلا بك. نعم. ويحضر معنا ايضا محمد الطاهر الزاوي ممثل مسرحي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، شكرا على هذه النافذه على مشاهدي صباح الشروق. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. مسرحيه البونكي اليوم كما قلت راح لي راهي ضمن المسابقه، حطونا شويه عليها واش حيكون هكا باش نشوقوا اكثر المشاهد. تفضل. ايه طبعا. تفضل. لا 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 عفوا. لا طبعا. لكن في المسرحية كل واحد عنده دوره. جيتي أكيد. أكيد. يفضل هو. لا أكيد. لا مسرحية البونكي هي كوكتيل، يعني هي كوكتيل مسرحي، يعني تجمع بين فيها دراما، فيها الكوميديا، وفيها أيضا مجموعة لباس بها من ممثلين مقتدرين. يعني إذا نتحدث أنا على نفسي شخصيا، تشرفت جدا أنني في هذه المجموعة الجميلة من الممثلين. هي مسرحية مقتبسة من رواية مولود معمري اللي هي بنفس الاسم، هي المأدوبة، اقتبسها للمسرح علي عبدون وأخرجها ركحيا فوزي بن إبراهيم. هي تحكي على جزء لزاستيك،
اللي هما اللي جاوهم بعد لي زيسبانيول فمع مع الـ مع الـ حقبة زمنية تاريخية هي معروفة تاريخيا ولكن طلعت ركحيا بشكل مغاير مع الاسقاطات اللي كل واحد بالخلفيه الثقافيه السياسيه تاعو راح يشوف ويشوف الاسقاطات هذه يعني. جميل جميل. وامي برنو حضورك في هذا العرض المسرحي كان نقولوا اعطى له نكهه خاصه بالنسبه للجمهور الجزائري لانه شافك في حاجات واليوم راح يشوفك في حاجات فكيفاش المشاركه تاعك راح تكون في هذا الدور؟ لا هذاك عمي برنو عمي برنو حكايه و والبنكي حكايه ودخرة سي شخصيه مغايره جدا ما عندهاش علاقه اون بليس كان فاهمك الشخصيات تاع الرقح ماهيش الشخصيات اللي تفوت في ما عندهاش علاقه وحنا جايين من الرقح على كل حاجه طبعا اكيد اكيد هو بصراحه يعني فيه حريه اكثر من لا ماشي حريه كاين عمل اخر نعم وتعالج المواضيع بطريقه اخرى ايه اكيد اكيد هو هو اسمح معليش انقطعت معليش لا تفضل تفضل بارك الله فيك. المسرح سحر اخر يعني أكيد. هو تقريبا شوف هذه الجمله هذه دائما هذا السؤال التقليدي المتوارث عند الاعلاميين وعند كل يعني يقولوا واش تلقى روحك في المسرح احسن ولا في السينما احسن وكل شيء وحنا متفاهمين ما نطرحوا لكمش هذا السؤال الحمد لله فوالا جوستومون لانه كونسومي الحمد لله فوالا من هذه الناحيه ولكن ربما نفس القصه ولا نفس الروايه لو كانت تقتبس تلفزيونيا او تقتبس سينمائيا راح تكون بشكل مغاير لكن المسرح يمنح لك واحد الحريه رغم انه تبان في السينما عندك حريه اكثر لانه صح. سيناريو كلش وعندك ديكورات ومناظر خارجيه اكسترا ولكن المسرح يمنحك واحد الحريه اولا للممثل حريه داخليه وهذا التواصل المباشر مع الجمهور يمنحك سحر اخر يعني صح سبحان الله يعطيك سحر اخر وانا ديما كيما نقول انه في المسرح عندك هذاك سحر ان تكون لا انت بالنسبه للممثل انك تكون شخص مغاير وتلبس اي شخصيه تكونها وهذاك وكانه هذاك العقد الايهام مع المتفرج اللي عم باله باللي ماكش انت هو هذيك الشخصيه صح ويصدقك ويدخل ويتفرجك على اساس انه يكون في حلم اخر يعني طبعا. وهذا هو السحر اللي اكيد نعم. استاذ ربيع جاود فنان الكبير الجميل في المسرح كذلك هو اللقاء المباشر مع الجمهور لانه هذا اللي يختلف على الافلام ولا المسلسلات اللي نشوفوها في كل سنه خاصه هذه الدوره 16 اللي كانت ربما عندها حلاوه خاصه الدوره 16 دوره اقومي شفنا التاثر تاعو في تكريمه نعم. شفنا كذلك الافتتاح اللي كانت دور مزيه لفلسطين، شفنا الاداء الاول، فهذه الدوره خاصه عندها نكهه خاصه مع الجمهور ديالها صح؟ صح صح. فيو لي زيفينمون، فيو شارع صاري، اون بليس لي زيموسيون اللي كاينين مدام سيدي احمد القومي مازال في الحياه قامه من القامات كيما لي، الى ديجاجي واحد لي زيموسيون توشاونا كاع نقول لك جو بونس كو لا سال كامل ايتي توشي بار سي زيموسيون. اون بليس دروك العروض راهي في المنافسه الناس راهي بدات تدخل في واحد الحاله نفسيه تاع سا سي بيان وهذه انا نحطوها للجمهور معنا يجي هو يتفاعل معنا اكيد الحمد لله ان شاء الله يا رب المسرح يمكن هو الخطا ممنوع ولهذا يكونوا الممثلي المسرح يكونوا نشوفهم اكثر تفوقا يمكن من ممثلين اخرين يعني ما نشوفوش مثلا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما نقدرش نشوفوهم سيغ سان ما نقدرش نشوفوهم على الركح لانه ممنوع الخطا في على ركح المسرح فكيفاش تشوف هذاك اسكو يكون عندكم يمكن ان ستريس زايد اكثر من انكم تكونوا في لا تيلي لانه راكم ديريكت يعني مع المشاهد مع التركيز زايد ستريس كاين بارتو صحيح لو ستريس نعيشوا به لو تراك تمشي به تركيز زايد لكن انا نظن باللي مام سيدي الخطا كاين احنا يعني احنا بني ادم سيدي قادر نكونوا في شخصيه ما وتصرى لنا مشاكل ونغلطوا هذه قادره تصرى لي زاليا تاع والفنان اللي في تعاون تصرى لكن لا ميتريز هنا الاشكال لا ميتريز عند ان بروفيسيونيل اللي موالف في الركح ما تخليش تبين باللي خطا ما يجيبش يفهم ابار اللي يكونوا في الميتي اللي يكونوا في العرض يعرفوا باللي كاين خلل لكن المشاهد ما غاديش يشوف هذه صح سي ليكسبيريونس كي اللي تخليه انه ما يبينهاش لكن احنا نجمو نعرفوا وتصرالنا نغلطوا كاع معنا وتتواصل اسمعي ما نتفاهموا مليح يعني ينجموا يجوا يديروا تياتر ما سي با بروبليم ولا يتعلم التكوين هو الصح لازم يتكون هو التكوين صحيح هو هذا ثاني يوم من الاشكاليات الكبيره هذه تاع اسكو يدخلوا ما يدخلوش
اكسترا. المجال يحتمل او يتحمل او يحتضن الجميع بشروط. اكيد المسرح هو بشروط على غرار يعني يمكن التلفزيون فيها يعني اون بوغ فيغ لاكسيون، لكن في المسرح البنكي امسيه اليوم في المسرح الوطني محي الدين بشطرسي دعوه للجمهور، هاي كاميرتكم حتى يكونوا معكم. مرحبا بهم، ماذا بنا يجوا بكثرة. هو 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 البونكي، هو البونكي هو حفلة مفتوحة على الفرجة، مفتوحة على الاستمتاع. نتمنى أن نتقاسم معهم أجواء، وأكيد إحنا حاولنا أننا نصنع من هذا البونكي هذا طبق متنوع كما قلت لكم بين التراجيديا بين الكوميديا. فمرحبا، الدعوة مفتوحة بدون بطاقة دعوة يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، نورتونا بوجودكم اليوم. شكرا. شكرا. ونتمنى أنكم تكونوا أحسن مسرحية لما لا في هذا. إن شاء الله. ليس الهدف. ليس الهدف. ولكن مرحبا به. كن أحسن طبعا بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لحضوركم. المتعة هي الصح. إن شاء الله. شكرا. الفول اللي كان حاضر معنا اليوم تفضل معنا. هيا تفضل نادم. كل عيد ميلاد سعيد الجدة تاعي كانت لي ثاني ما شاء الله. نعم اللي دارت 99 سنة. الله يبارك فيك يطول في عمرها ان شاء الله. الله يبارك. وعندنا ايضا عيد نوجه تحية للسيدة زوينة دو لاباغ دو فاطمة الزهرة اللي كانت حاضرة معنا، فصالح قتنا هي ام هي جدتها اللي تابعنا بكثرة، فتحية كبيرة لها والكامل المتابعين. الفول لاسوب ديالو شفنا ديال الصوب سوب دو فول سوب دو فول الطاجين تاع الفول. لا مش اللي درنا حساء تاع الفول اللي لهنا عقدناه لهنا بتليتلي ما درنالوش فيرميسال ولا هنا يطلق بزاف بنا بنينه. وهنا درنا كذلك الفول لهنا ما في نديروه طبيخه ولا درناه بالحم الغنمي، ودرنا لهنا هنايا فلون طبقات لكي كانت الطبقات لهنا اللي تنجر افيك اون باط لتحت هايل، ومن بعد نديروا ان فلون اللي يجي في الباط ونديروا ان جولي اللي تنجر من الفوق. هايل 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 هايل. يعطيك الصحة من نادم، شكرا لك. يعطيكم الصحة زهرة. حبيبي نقول لكم الف عيد سعيد. ان شاء الله. سي جونتي صح. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نتلاقاو غدوة نفس القناة نفس الوقت مع مواضيع جديدة وضيوف جديدة تحبوها انتوما. هذا مكان. السلام عليكم.